تعلن أكاديمية القديس كرولوس عن وجود محاضرات لدكتور هاني رزق عبدو الكاتب المسيحي الدولي والعلامة الديني المصري الحائز على 7 جوائز عالمية في النشر المسيحي الدولي وثلاثة ألقاب دولية متميزة من دور النشر العالمية وهي The Great Guru Abdu, CBS World News 1981 The Egyptian Sphinx, Cambridge and Sterling Publishers 2011-2012 The Egyptian Messiah, Worldwide Who's Who and Profiles Magazine, New York 2013 To view the videos, lectures, go to www.stkirollosacademy.org Click on the last item in the menu, Dr. Hani Rizq Abdu, Video Lecture. بشارة العلم المسيحي للحق 17 كتاب هنا من نيويورك أحد مراكز القديس كيرولوس السادس لبشارة العلم المسيحي للحق. أرجو أن تتابعوا هذه المحاضرات بكل علم وفهم ويقين روحي مقدس بالروح القدس، والله يكون معنا جميعا. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. كريا ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة جميع القديسين تكون معنا امين. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
مبارك الآتي باسم الرب. الرب يكون معنا. بركة العذراء مريم وجميع القديسين تكون معنا جميعا. دكتور هاني رزق عبده الملقب بالإيجيبشن ميسايا and the great guru عبده and the Egyptian Sphinx يعني أبو الهول المصري، وذلك لكتابة ونشر وتعليم وتبشير بشارة إنجيل العلم المسيحي الحق the true Christian Science Bible الذي يتضمن 17 كتاب. وهذه الألقاب أكدت شهدت بها وركوجنايزيت جهات دار نشر العالمية التي منحتنا هذه الألقاب بناء على العمل الجليل في البشارة باسم الرب يسوع المسيح ولمجد اسمه القدوس والخلاص به في العالم أجمع. أنا بتكلم هنا من نيويورك، واليوم السبت 5 نوفمبر 2016 وبقدم محاضرات في بشارة إنجيل العلم المسيحي الحق The True Christian Science Bible، والمحاضرة الحالية رقم 150 وتتضمن فصلين في كتاب الدينونة والهوية الروحية، المحاضرة فيه رقم 8 الثامنة فيه. هذا هو كتاب الدينونة والهوية الروحية أمامك أهو، كتاب الدينونة والهوية الروحية، وخلفه قرننا الحبيب القديس كرولوس السادس المقترن بنا روحيا منذ رحيله في العالم في جسم نوراني ممجد من عام 1971 إلى الآن 2016. أوكي، اليوم هنتكلم في هذه المحاضرة عن فصلين في كتاب الدينونة والهوية الروحية، والفصلين هما خاصة المسيح. خاصة المسيح يتضمن فقرات خاصة المسيح، جذب المسيح، رعاة كنيسة المسيح، وبعدين مسؤولية الفصل اللي بعدين اللي هو الـ12 مسؤولية الاختيار والخلاص الذاتي. هنتكلم عن مولود الجسد ومولود الروح وسلطان الشيطان على الكنيسة ومسؤولية الاختيار والخلاص الذاتي. هذه هي الفصلين 11 و12 من كتاب الدينونة والهوية الروحية اللي هنتناولهم اليوم في هذه المحاضرة.
الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. كما قلت اليوم السبت 5 نوفمبر 2016، وفي يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 ستجرى عملية الانتخابات الأمريكية لانتخاب الرئيس الأمريكي الجديد. والموضوع ده very important وهام جدا، واحنا من 7 يناير أول عام 2016 كلفنا من السماء بتزويد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بطاقات روحية سماوية ووحدات روحية سماوية وكائنات روحية سماوية، وعملنا معه أعمال روحية مشيت معاه تمام نشكر الله، إلى أن اكتسب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية للحزب الجمهوري Republican Party وهزم 16 مرشح أمامه كلهم governors senators mayor and congressman people، وهو كان الوحيد اللي هو بيزنس مان، لأن الفساد عم أمريكا في الكوربشن جامد جدا خصوصا في السنوات اللي فيها الرئيس أوباما، فكان لابد أن تتدخل إرادة السماء لوقف الشر، لأن أي حاجة أفكت أمريكا أفكت العالم كله. فإحنا حاليا في نهاية الرحلة في إعانة الرئيس الأمريكي الجديد، الرئيس الأمريكي اللي هو دونالد ترامب. فهنقول لك إيه اللي حصل وإيه اللي وصلنا له وإيه اللي ينبغي أن يكون. عامة هنبتدي من أول نوفمبر الأسبوع الماضي 2016 اللي هو يوم الثلاثاء الماضي. احنا بنتكلم مين هو هيكون الرئيس الأمريكي الجديد اللي بعد 3 أيام النهارده السبت 5 نوفمبر 8 نوفمبر الساعة 11 بالليل توقيت أمريكا هيعلن مين هو الرئيس الجديد بالرغم معارك شديدة جدا ويتوقف عليها مصير العالم ومصير أمريكا. فنبدأ القول بهذا الكلام في يوم الثلاثاء أول نوفمبر 2016 يعني من 5 أيام استقبلت إعلانا روحيا سماويا جديدا من ساكن السماء في عالم الحق اللي هو سماء الكون الروحي اللي هو علاء الكون الروحي ده عالم الحق فوق يخبرني بالإسراع في بذل محاولة أخيرة لإنقاذ المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لكي ينجح في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر اللي هو الإلكشن دي يعني بعد إيه 3 أيام اليوم السبت يوم الثلاث الساعة 11 بالليل هتعرف مين الرئيس الجديد بعد معركة شرسة حوالي سنة ونص ويصبح الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب هيبقى الإلكتد بريزيدنت في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر. وحيث اشتدت المعارك الانتخابية في كل الولايات الأمريكية 50 ولاية خليك معايا، وتقمش الشيطان الأكبر جريت سيتن مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون
وابتلعها في جوفه، وصارت أداته ودميته الذي يدخل بها البيت الأبيض The White House ويحكم العالم ويخربه بشروره ونجاساته ورجاساته في أعمال الإثم والقتل والسحق والدمار والفساد، ويحارب الإيمان بالرب يسوع المسيح ويبطله. أمامك على السكرين هنا هتشوف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ورافع صباعه، رافع صباعه، وصورة بعدي لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وبعديها هتشوف صورة بعرض السكرين كله للجريت سيتن، الشيطان الأكبر اللي عاوز وان سكند يحارب الإيمان بالرب يسوع المسيح ويبطله. 2 يوحنا 7، رسالة يوحنا 7، لأنه قد دخل العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والمضاد للمسيح، أنتي كرايست. وأمامك على السكرين برضه صورة الشيطان الأكبر وفي جوفه هيلاري كلينتون أمامك على السكرين. ثانيا هنشوف ايه اللي حصل من الاول. احنا بنقول جايين من اخر 1 نوفمبر، نرجع تاني عشان تفهم ايه اللي حصل في الحرب الروحية. ده بيقول بولس الرسول ان حربنا ضد اجناد الشر الروحية في السماويات. في يوم الاثنين 31 اكتوبر 2016 أكمل رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، أمامك صورته بعرض السكرين، رئيس الملائكة الجليل ميخائيل وهو بيضرب رأس الشيطان. في يوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 أكمل رئيس الملائكة الجليل ميخائيل ضرباته السبعة للشيطان الأكبر جريت سيتن، وذلك بالملائكة السبعة عن ضربة روحية سماوية نازلة من فوق على رأس الشيطان في كل يوم سبت من كل أسبوع لمدة 7 أسابيع بادئا من يوم السبت 17 سبتمبر 2016 حتى يوم السبت 29 أكتوبر 2016، حيث طرحت ذات اللي هي رأس الحية القديمة اللي هي Old Serpent اللي هي هيلاري كلينتون في بئر الهاوية الروحية ذاتها في جهنم النار الروحية الأبدية لكي تهلك ذاتها هلاكا أبديا. أمامك في عرض السكرين الضربات السبع رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، تصور 7 ضربات يمثل السبع ملائكة اللي هم أرسلهم، وتحت كل رئيس ملائكة ميخائيل الملاك الممثله صورة الحية القديمة هيلاري كلينتون في ذاتها، إنما هي خدت صورة ذات بعد كده من عنده، انطبعت فيها إيه؟ سمات ذات الشرير. فهنا
الأقوال في الإنجيل، إنجيل متى 13:5 قبل رؤية 9:2 لأنها دخلت بئر الهوية خلاص وكملت الحكاية دي. وأعطى مفتاح بئر الهاوية، وصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، نار عظيمة اللي هي جهنم بس مقفول عليها في البئر، إلى انقضاء الظهر أو لما يجي كل الشيطان بذاته وزورته وروحه وجميع أتباعه هيخشوا في هذا البئر بتاع الهاوية ويحترق احتراقا أبديا بنار روحية أبدية يفنى فيه وجود الشيطان وجميع من تبعه. متى 13:5 يخرج الرب يسوع، كلام مش كلام مجازي، كلام حقيقة، كلام الذي أكلمكم به زي يقول الرب يسوع الروح وحياة، والله روح وبالروح الحق ينبغي أن تسجدوا له. حكاية كلها كن روحي مش كن مادي، كل مادة اللي تدركه ده هتسيبه يوم ما تموت وتروح الكون الروح. فبيكلمك يسوع عن الكون الروح ده، العلم الروح المسيح الحق. متى 13:5 بيتكلم بيقول يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من الأبرار، يجيبوا الأشرار ويطرحونهم في أتون النار. النار هنا في بئر الهاوية هيتسع للكل في انقضاء الظهر ويتحرقوا فيهم كلهم بنار روحية أبدية، لأن هم سالب تحط له نار روحية أبدية شحن روحي موجب عالي نور بيتحرق نار، أي شحن عالي موجب بيبقى يا نور يا نار، نور لله المجد ونار لله العذاب لله الموت، نور لله الحياة ونار لله الموت الروحي. متى 25:41 ده الرب يسوع اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لمين؟ لابليس وملائكته اتباعه اللي هم حيبوا تبعه. رؤية 20:4 وقبض الحي القديمة اللي هو التنين الذي هو ابليس وشيطان. فهنا ما يفرحش الناس لما تاخد مجد العالم وتفسد وتضل وتكذب والحاجات دي كلها، النهاية ان هم هينزلوا في بئر الهاوية ويحترق وجودهم الذاتي والصوري والروحي احتراقا ابديا فيتضمن عذاب ابدي، لان الموت الروحي اللي هو افناء الوجود الصوري الذاتي والروحي السالب يتضمن زمنا طويلا، ده الموت الثاني، فبياخد مدة طويلة تتعذب في الذات. أما موت الجسد اللي احنا فيه ده ثواني ساعة ما يجي الموت يعني، وكل حكاية مدتها يعني 100 سنة 50 سنة ديبند حسب ما انت يكون موجود. فوجود اللي انت موجود ده وجود باطل معطى لك في حياة الجسد عشان تعمل وجود حق، تطلع لوجود الروح الحق اللي هو الكون الروحي. كما لبسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوي. يوجد جسم حيواني، يوجد جسم روحاني، لن تتغير. الشيطان الأكبر اللي هو جريت سيتان هيلاري كلينتون في يوم انهيارها كولابس اللي حصل لها في 11 سبتمبر 2016، كان موافق يوم حد في احتفال أحداث سبتمبر بمنهاتن
بنيويورك، حيث استبدل ذاته بصورة ذات مماثلة انطبعت فيها سمات ذات الشيطان اللي هو الشرير، وألبسها هيكلا صوريا مظلما، ظلمة صورة الشيطان إبليس، ونجس روحها بالروح النجس وأعادها، وصارت أداته ودميته، فتشددت وقويت في الشر والظلمة وفي الكذب والباطل، وطغت وتكبرت بركس الشيطان وكذب إبليس ونجاسة الروح النجس، واقترنت بالشيطان الأكبر اقترانا ذاتيا، يعني شريرا أصبحت فيها فكر الشر وورد الشر، وصوريا مظلما اللي هو صورة إبليس بتعمل أعمال ظلمة، وروحيا اللي هي يعني نجسا، وجدات روحية نجسة من الروح النجس، وتهيأت واستعدت للفوز بمنصب الرئيس الأمريكي الجديد اللي هيكون في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر. شدت حيلها قوي لأن الشيطان اقترن بيها وتمت الأمور دي كلها. ففي يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 استقبلت إعلانا روحيا، أنا بقول لك بالتدريج إيه اللي بيحصل، سماويا من ساكن السماء اللي هم السماويون في عالم الحق الروحي السماوي، في سماء الكون الروحي اللي هو علاء الكون الروحي، يخبرني بأن الشيطان الأكبر اللي هو جريت سيتن قد عقد قرانه اللي هو قرانا ذاتيا وصوريا وروحيا، ذاتيا يعني شريرا وصوريا مظلما وروحيا نجسا، على الحية القديمة هيلاري كلينتون، وأخبرني الإعلان بأنها تقوت بالشر لأن معها سلطان الشيطان، وأنها ستفوز بالرئاسة الأمريكية في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 اللي هو الإلكشن دي، وذلك بسلطان الشيطان اللي هو سلطان الظلم لأنه هو رئيس هذا العالم، اقترن بها لازم يحقق رضا العالم ده بتاعه عالم الباطل، وسيدخل بها خليك معايا البيت الابيض اللي هو هوايت هاوس في 20 يناير 2017 اللي هو انوجريشن دي، عقد قرانه عليها زي ما بتعقد القران في 8 نوفمبر اللي هو بعد 3 ايام، وبدام اقترن بيها وعقد قراره بقت بتاعته، وهي ينجحها في 8 نوفمبر بعد 3 ايام ويخش البيت الابيض بلاك هانيمون في 20 يناير بياخد اعمال، يبقى تبقى قرينة الشيطان. فبالإعلان بيقول لي اللي هو ساكن السماء، يقول ذلك لأن ساكن الأرض في أمريكا قد طلبوا إرادة الباطل ورفضوا إرادة الحق لأن أعمالهم شريرة، ولذلك ستكون لهم حكم الدينونة ويتسلط عليهم الشيطان بأداته ودميته الحية القديمة Old
سيربنت هيلاري كلين. يوحنا 3:19-20 وهذه لرب يسوع والدينونة. وهذه هي الدينونة أن النور اللي هو إرادة الحق من عند ساكني السماء يعني. طبعا رب يسوع رب السماء. رب لمجد الله الآب فوق. أما إبليس رب الأرض رئيس هذا العالم. هذه هي الدينونة أن النور اللي هو إرادة الحق جاء إلى العالم، بيبعت كل شوية إرادة حق في أعمال كتير. وأحب الناس للرب يسوع. الظلمة اللي هي إرادة الباطل أكثر من النور اللي هي إرادة الحق. ليه أحبوها؟ لأن أعمالهم كانت شريرة. ما دام أعمالهم شريرة يبقى مرتبطين بالشيطان، والشيطان متسلط عليهم. هي طبعا إرادة الباطل وينفروا من إرادة الحق، مش عايزينها. وهذه هي عملية الانتخاب والتصويت اللي هو الإلكشن والفوتنج، والتي يطلق عليها الديمقراطية ديمقراطية، والتي لا شك أن الشيطان الأكبر جريت سيتن رئيس هذا العالم يستخدمها لإرادته الشريرة لكي يتسلط على الشعوب والأمم وينفذ إرادته الشريرة ويعمل أعماله الرديئة. فأنت عاوز تعمل ديمقراطية وعاوز تعمل إلكشن وانتخاب وفوتنج، لازم تصلح الناس أولا. لازم يكون في دعاة الحق ودعاة الأخلاق يحاولوا بأي طريق وبالجهاد والحاجات دي يغيروا من الناس. إذا تغيرت الناس وبقوا أبناء حق يعني بيحبوا الحق هينجح الديمقراطية والانتخاب، وكل شوية هيطلع واحد يتحسن الأمور أكتر وأكتر وأكتر. إنما دول تبع الشيطان الأكبر رئيس هذا العالم بيطلبوا إرادة. فقبل ما تعمل ديمقراطية وانتخابات فوتين صحح الناس أولا. سادسا، ولقد تحيرت وتعجبت وتساءلت لماذا يكون هذا وكيف لا تتحقق إرادة ساكني السماء اللي هم السماويون التي هي إرادة عالم الحق على إرادة ساكني الأرض اللي هم الترابيون عالم الباطل الذي يتسلط عليهم الشرير ويرأسه إبليس رئيس هذا العالم. خد بالك، السماويين والأرضيين والترابيين والكلام ده كله بولس الرسول بيشرح 1 كورنثوس 15:47-49. الإنسان الأول من الأرض ترابي جسدي، الإنسان الثاني الرب اللي هو من السماء، الرب من السماء، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي ترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. دول فوق ودول تحت، دم لهم إرادة الحق ودم لهم إيه تحت سلطان إبليس إرادة الباطل. كل الحكاية حرب روحية وحاجات دي عشان تخلي الناس تطلب إرادة الحق، وجاء الحق نفسه. أنا هو الطريق والحق والحياة اللي هو الرب يسوع المسيح عشان يديهم إرادة الحق. فالإيمان بيسوع المسيح يعطيك إرادة الحق، إيمان فعال فتطلب الحق، وبالإضافة كمان تطلع فوق، تطلع من الترابيين الى ترابيين اللي هو الجسدين الى السماويين عالم السماء في الكون. وبعدين هنا كمان رساله يوحنا الاولى بيشرح العالم كله قد وضع في الشرير. الشرير ده اللي هو راس الشيطان الاكبر اللي هو ذاته اللي هو فكر الشر واراده الشر
يطلق عليه الشرير اللي هو ايفل وان بيسموه، تطلع منه ارواح شريره. يوحنا 14:30 ده الرب يسوع رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء، لم يخطئ. كمان قال هذه ساعتكم وسلطان الظلمه، سلطان ابليس. يوحنا 16:11 ده الرب يسوع، اما على دينونه فلان رئيس هذا العالم قضي اللي اخذ منه حكم الموت، على وجود الانسان لاول مره اخذ منه حكم الموت واصبح يسوع المسيح بالايمان به تتطهر من خطاياك وتولد من فوق من ذات الالهيه بصوره الله وروح الله بجسم القيامه من الاموات الان بيسوع المسيح لحياه ابديه بجسم صور روح الهي حق يطلع بالايمان والاعمال. يوحنا 12:31 ده الرب يسوع، خلي بالك اما الرب يسوع بيتكلم هو ده الاصل، فما بيقول في شيطان وفي كذا وفي فوق والكلام ده كله، لازم تعرف ان ده علم روحي مسيحي حق. الفكره ما تسيبوش وتمشي في تقاليد ووصايا الناس وباطلا هم يعبدونني، يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. بيقول ايه يوحنا 12:31؟ الان دينونا هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا، رئيس هذا العالم اللي هو ابليس. رؤيا كمان 20:4 في سفر الرؤيا، وقبض على التنين الحية القديمة التي هي ابليس والشيطان، وطرح في الهاوية، هاوية روحية، وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم، لأن ده اللي بيعمل إرادة الباطل. فعاوزين زمن ده يجي كتر ناس بتوع إرادة الحق يعملوها، إرادة السماء ترسل ناس تعمل الحاجات دي كلها، من غير كده يسود الباطل ويهلك الأمم ويقتل الإيمان بالرب يسوع المسيح، محدش هيطلع لفوق إطلاقا. نيجي بعديها سابعا. One second please. في يوم الثلاثاء جينا بقى للميعاد بتاعنا ده. أول نوفمبر 2016 جاءني إعلان روحي سماوي من ساكن السماء اللي هو زي ما بولس الرسول بيقول عليهم السماويون، يجيب على تساؤلي عن لماذا تسود إرادة الباطل على إرادة الحق في عالم الأرض؟ ليه بيحصل كده؟ وهم فوق وإحنا تحت، وهم عاوزين يعملوا كده ما بيتمش. وكانت الإجابة هي عن نحو التالي. ألف بيشرحوا عشان تفهم إيه الموضوع، ما تقبلش كده إيه باستمرار مش قادر تفهم، الأمور تبقى غريبة قدامك وتتحير وتترك الإيمان كمان لأنك مش فاهم العلم الروح. الكون الروحي بيقوله في سمائه اللي هو علائه وفي جميع أركانه وأماكنه واتجاهاته الروحية وأحداثه الروحية ووحداته الروحية يسير بمقتضى قوانين روحية، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مشيئة هي الإرادة الضابطة، مشيئة إرادة قوانين تحكم سير كل الأمور في الكون الروحي، يسير بمقتضى قوانين روحية تضبط وتنظم سير الأحداث الروحية والظواهر الروحية والطاقات الروحية وتحركات الوحدات الروحية الموجبة اللي هي الملائكة والكائنات الروحية. وهذه القوانين الروحية للكون الصوري الروحي والكون الصوري المادي يضبطها وينظمها
الوجود الإلهي الواحد الحق في ذاته الإلهية اللي هو الفكر الإلهي والإرادة الإلهية اللي هو فكر الحق وإرادة الحق المطلق، وصورته الإلهية اللي هو كلمة الحق وعمل الحق، وفي روح الإلهي اللي هو روح الحق. كل ضابط الكل مين هو فين ده؟ وهو يسكن في علاء الكون الروحي اللي هو سماء الكون الروحي اللي هو يقول عليه ملكوت السماوات. كينجدم بتاعه الملكوت المملكة بتاعته فوق في العلاء ده الإله الواحد الحق، الوجود الإله الواحد في ذاته وصورته أي الحق في ذاته وفي صورته وفي روحه، ذاته فكره وإدراك وردته وضبطه مطلق أزلي أبدي، صورته اللي هو كلمته وعمله كلمة الحق وعمل الحق مطلق، وفي روحه اللي هو روح الحق لأن هو الله روح، فروح الحق ينبغي أن تسجده. ويسكن في علاء الكون الروحي سماء الكون الروحي اللي هو ملكوت السماوات حيث عرشه، عرش روحي طبعا، عرشه الالهي العلي القدوس، علي يعني اعلى حال الكون الروحي. الكون الروحي هو الوجود الحق، الكون المادي صوره انعكاسيه للوجود، الكون الروحي هو يعني مش حقيقي. حيث عرشه الإلهي العلي القدوس في ذاته وصورته وروحه، عشان كده في رؤيا يوحنا بيقولوا ايه؟ ذاته وصورته وروحه، بيقولوا ايه؟ قدوس 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 ثلاث مرات. الرب الإله جاية في النص ده في رؤيا 4-8 تقليصات الثلاثة عشان ذاته وصورته وروحه، عشان كده بنقول ثالوث قدوس إله واحد اللي هو بعد كده اللي قال عليه الرب يسوع الأب والابن والروح القدس. نعم وجود الصور الإلهي منذ الأزل الأبد ولد من وجود الذات الإلهي، بتفاعل وجود الذات الإلهي الذات الإلهية مع وجود الروح الإلهي اللي هو روح الله، فولد وجود الصور الإلهي أي وجود الله في وجود الصور إلا منه خلق الوجود الصور الروحي أولا ووجود الصور المادي اللي هو الكون المادي، لكن أصل القائم لأن ما دام الله روح مش هيسكن في مادي وجود مادي، فيبقى ده هو الوجود الأساسي الحقيقي. يعني عشان تفهم النقطة دي إن ليه عرش رؤيا يوحنا 4-1-8 بيتكلم بيقول بعد هذا نظرت يوحنا الرائي وإذا باب مفتوح في السماء. السماء يعني ايه؟ اللي هي سماء الكون الروح اللي هو علاء الكون الروح اللي هو ملكوت السماوات، لأن بص فوق طلعه فوق الكون الروحي رهيب واسع جدا، وهو جابوه باب اتفتح له عشان يخش منه اللي هو الملاك اللي جاي يوريه بالحقائق الروحية. انت تقول ده كلام اي كلام، ده هو ده الحقيقة، ده وجود الحق، وجودك باطل ومعروف ان هتموت انت وعيالك وابائك كل جيل ورا جيل، تراب ولا تراب طاوة. بيقول ايه؟ وللوقت صرت في الروح اللي هي في الكون الروحي، عشان هو موجود في الجسد المادي هو ترابي، فعلى طول لما جاله الملاك وفتح له باب في السماء سماء الكون الروحي بيوري له الكون الروحي في سمائه عشان ينظر عرش الله. صرت في الروح اللي هو في الكون الروحي واذا عرش موضوع في السماء اللي هو سماء الكون الروحي اللي هو علاء الكون الروحي اللي هو ملكوت الله او ملكوت السماوات سماء الكون الروحي، واذا عرش موضوع في السماء
وعلى العرش جالس. بيشوفها بالروح، كل ده بالروح، سيرته في الروح. خلي بالك نقل يشوف حاجات روحية زي بولس الرسول لما اختطف في السماء السالفة وشاف حاجات لا ينبغي لا تخطر على بال الإنسان، ما قدرش يتكلم بيها. بيوري له الوجود الحقيقي، الكون الروحي. وعلى العرش جالس، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، اللي هو بيقول عليه مجد الرب الإله. بروق شحن عالي نور، رعود صوت الله، يعني بتعمل حاجات كلها روحية، وأصوات اللي هو مجد الرب الإله، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة. ما زي ما قلنا لك أي شحن روحي موجب عالي قوي، ذاتي أو صوري أو روحي في ملكوت الله، بيبقى يا نور يا نار، تشوفه بالناحيتين، وأي نور هو نار. بس في فرق بين نار ونار. المهم بروق ورعود وأصوات، اللي هو ده مجد الرب الإله، وأمام العرش سبعة أصابيح نار متأكدة، هي سبعة أرواح الله، سبعة الطاقات النوعية الإلهية، لأن هو ثلاث مجالات، الذات والصورة والروح، وله سبعة أنواع من الطاقة، مش هيتم الخلق وما إلى ذلك. وبيقولوا هناك بقى لقاهم، بيقولوا إيه؟ قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي، الأزلي الأبدي. أنت مستحق أيها الرب الإله أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ليه؟ بيقول هنا لأنك أنت خلقت خلق وجود الصور الإلهي، الفكر الإلهي خلق من وجود الصور والروح، خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك، بإرادة ذاتك، الذات الإلهية، بإرادتك كائنة أنت مثبتها مستمرة أعلى، وخلقت بإرادتك كائنة وخلقت به. ده تفسير بيقولوه ساكن السماء بيفسروا لي ليه الحكاية حصلت كده، ليه إرادة الباطل إرادة الشيطان بتتم في العالم. بيقولوا في هاوية الكون الروحي، الكون الروحي يسكن الشيطان الأكبر، علاء الكون الروحي حيث النور والحياة الأبدية، حي الأبد الأبدين، والقداسة فوق نور الله في عرش الإله بذاته وصورته، الكائنات الروحية قدامه بتمجده باستمرار، والملائكة في هاوية الكون الروحي. الكون الروحي ده رهيب، يعني الكون المادي اليونيفيرس ده اديهولك عشان تدركه بحواسك الخمسة وتشوفه وعقلك وتشوف قد ايه هو كبير ورهيب، مجرات والنجوم، ده صورة انعكاسية للكون الروحي. الكون الروحي أساس، هو الأساس، هو الوجود الحق، ده انعكاس له، زي ما يجيب لك حاجة كده مراية أو ظل له. في هاوية الكون الروحي إيه الموجود بقى؟ الله فوق، يسكن الشيطان الأكبر اللي هو الجريح السيف، عشان تعرف في إرادتين، إرادة فوق إرادة تحت، بذاته ده بمسلوب تميم وحش، بذاته اللي هو رأسه فكر الباطل وإرادة الباطل، لأن هو في هاوية الكون الروحي، علاء الكون الروحي، الذات الإلهية، فكر الحق وإرادة الحق، ده فكر الباطل وإرادة الباطل. ويطلق عليه الشرير اللي هو فكر الشر وأرواحه وإرادة الشر، وبصورته اللي هو جسمه، رأسه جسمه، كلمة الباطل وعمل الباطل، ويطلق عليه إبليس،
وروحه اللي هو روح الباطل اللي هو الروح النجس، ده شيطان، ده رأس، ده وجود صوري، رأس فكر الشر وإرادة الشر، فكر الباطل وإرادة الباطل، وصورة باطلة اللي هو إبليس، لأنه هو وجود سالب وروح النجس. أي أن في علاء الكون الروحي يسكن الرب الإله الذي هو الحق المطلق الأزلي الأبدي والحي إلى أبد الآبدين والعلي فوق خالص والنور والحياة والقداسة والمجد والكرم، وهو الوجود الحق والخالق اللي هو اللي خلق الكون الصوري الروحي والكون الصوري المادي. وفي هاوية الكون الروحي يسكن الشيطان اللي هو الأكبر الذي هو الباطل والظلمة والموت والنجاسة والشر، وهو سالب الوجود الحق، نيجاتيف، وجوده سالب، ليس فيه وجود حق زي ما الرب يسوع، ليس فيه حق. أنتم الأب وإبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتال الناس من بدو ولم يثبت في الحق، ليه؟ ليس فيه حق، ما فيهوش حق ولا نور ولا قداسة ولا حاجة أبدا. وهو سالب الوجود الحق اللي هو الشيطان، اي ايه بدل سالب الوجود الحق اي وجود الباطل. لما اقول لك النور اللي قدامك ده اي نور شايفه سالب النور هو الظلم، فهو سالب الوجود الحق، النيجاتيف بتاع الوجود الحق، كابي نيجاتيف، كابي نيجاتيف، لكن مش موجوده، يبقى وجود باطل، باطل مش موجود. لكن ليه طاقة سالبة؟ ولقد صعد الشيطان، قاعد في الهوية أصلا، في الهوية الروحية منذ وجوده، من أول ما اتخلق، واتخلق هو الله ولا خلقه في معادلة الخلق الصور المادي، فطالع ايه نيجاتيف حاجة عشان يخلق ده وجود الصور المادي كله اللي هو يكون الصور المادي، طلع وجود سالب في معدل الخلق، لان ده موضوع طويل عشان يخلق الوجود الصور المادي اللي هو كون الصور المادي، خلقه منين؟ من وجود الصور الالهي، اخذ قدر منه راح خلق منه بذاته الالهيه وجود صور المادي. الوجود الصور المادي ما فيهوش شحنه، شحنته ما فيهوش شحنه، ده ماده ما فيهوش شحنه من عند يعني مجابه، ما فيهوش شحنه، فاصبح وجود مادي. كون الصور كله ده مادة اللي اتخلق اليونيفيرس، فانفصلت الشحنة الموجبة انه في عملية، لان الله عاوز يخلق وجود صوري مادة يبين قدراته، فصلت الشحنة الموجبة في خلق الوجود الصوري المادي من الوجود الصوري الالهي الذي يحمل هو وجود الله الصوري الذي يحمل شحنة موجبة، فبتحول الى وجود صوري مادي اللي هو عالم الوجود اليونيفيرس. كل صور المادي ده كله انفصلت الشحنة الصورية الموجبة اللي كانت موجود، أحدثت بالتأشير شحنة، الشحنة الموجبة الصورية اللي هي انفصلت في عملية خلق الوجود الصوري المادي اليونيفيرس، تشكلت في الملائكة الصورية، وأحدثت بالتأشير على طول شحنة صورية سالبة مضادة، ده تشكلت في وجود الشيطان، وعشان هو سالب وجوده صوري سالب، ما إلى ذلك نزل في أسفل الهاوية الروحية وقعد تحت، ما رضاش يسكت. صعد الشيطان به رأس، له جسم صورة وله روح، صعد الشيطان برأسه اللي هو ذاته اللي هو الشرير من الهاوية الروحية تجاه العلاء الروحي، لا يكون روحي فوقيه رهيب،
ملك اطلع في الكون الروحي واستقر براسه اللي هو ذاته اللي هي شرير اسفل على الكون الروحي، ما يقدرش يطلع الاقصى ممكن يطلع فوق بقى الشحن الموجب، ما يقدرش يتنافر معاه فوقف، لان هو عاوز يطلع وعاوز يقاوم وعاوز يرتفع وعاوز يبقى زي الاله. النص جاي صريح، واستقر براسه ذات الشرير اسفل علاء الكون الروحي الالهي اي اسفل سماء الكون الروحي رئيسا لاجناد الشر الروحيه، لانه طلع معاه ارواح الشريره كلها بيقاوم ويطلع لفوق رئيسا لاجناد الشر الروحيه في السماويات. فهنا النصوص بتؤكد ذلك. 2 تسالونيك 2 4 المقاوم، ده بولس الرسول، المقاوم بيقاوم عاوز يطلع، والمرتفع بيطلع، المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها، مش طايل وجود الإله فوق أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله اللي هي في السماوات فوق كإله مظهر نفسه اللي هو نفسه اللي هو ذاته اللي هو الشرير انه الاله بيطلع فوق يوم. انا هطلع فوق البشر وهطلع فوق تحت، مش قادر يطلع، لو قادر يطلع فوق في سماء الكون الروحي هيطلع، مش قادر، الشحن الروحي الموجب عظيم بيقشعر، الشياطين زي ما بيقول لك يؤمنون بالله ويقشعرون، هيطلعوا فوق يلاقوا النور ينزلوا فيقف حته معاه لكن فضل قاعد. وافسس هنا 6:12 بولس الرسول، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاد هذا العالم على ظلمه هذا الضرب مع اجناد الشر الروحيه في السماويات، لأنه هو فوق قاعد أسفل العلاء الروحي الإله الحق ملكوت السماوات. طلع براسه وطبعا براسه هيشد مين؟ جسده. يطلع براسك يشد جسده اللي هو وجود الصور السائل المظلم اللي هو إبليس، يطلق عليه إبليس. لما طلع احتل بجسده اللي هو صورته اللي هو ابليس الهيكل الصوري اللامادي للعالم، وصار رئيسا لمجد هذا العالم الباطل الذي سلب صورته، فصار مظلما وباطلا في عطاياه ومجده. هو ذات وصوره وروح، راس وجسد وروح، طلع من الهوية الروحية، أصلاً الثلاثة موجودين تحت، طلع. رأسه استقرت أسفل علاء الروح الإلهي. رئيساً لأجناد الشر الروحية في السماويات، زي ما بيقول بولس الرسول، تطلع منه الأرواح الشريرة. جسده اللي هو صورته المظلمة استقرت، طلع ورا الرأس. سكنت احتلت العالم. عشان العالم صوري منه. سلبت صورته وعطاياه. فصار هيكل صور اللامات للعالم المظلمه، كل ما تاخد منه عطايا عطايا الباطل، لان هو اصبح ابليس رئيس هذا العالم الباطل في مجده الباطل. زي ما قال له جرب رب يسوع خده على الجبل قال له جميع هذه الممالك هي ليه؟ وانا اعطيها لمن اشاء، جاست اسكت وانا قال له اذهب عني يا شيطان للرب الهك واحد تسجد واياه. لأن يتبين ان هو كل ممالك العالم ومجده سلبها، لانه سلب الهيكل الصوري اللامادي للعالم، فصارت عطايا اللي انت بتاخدها دي باطل لا تفيد. عشان كده بيقول لك اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث يكون قلبك يكون كنزا فوق ابدي. استقرت روحه بقى اللي هو الروح النجس، ما طلعتش لان ايه؟
لازم ياخدوا المنطقة كلها، روحوا قاعدة تحت. سكنت واستقلت روح اللي هي الروح النجس في عمق هاوية الكون الروح. وحاليا قدامك لوحة توريك الكون الروحي، بس احنا بنركز على الشيطان الأكبر. ملكوت السماوات فوق اهو، ملكوت الله فوق أوي كتير أوي، والشيطان في قفص الحصار السالب، رأسه أهو، هو كان تحت بالهوية الروحية، الهوية الروحية تحت هنا، طلع بوجوده ده برأسه استقر هنا، أسفل علاء الروح الإله الحق، رئيسا لأجناد الشر الروحية في السماوات، ده رأسه ذاته اللي هو الشرير، جسده أهو، دي أهو كلها اللي هو إبليس. سلب الهيكل الصور اللي مات للعالم فصار مسلما، صار عطاياه باطلة، وابتلع في جوفه عالم كله اللي هو الدايرة الخضراء وجود الإنساني، وصار رئيسا لهذا العالم، وصار العالم باطلة، عطاياه كلها باطلة. وروحه اللي هي الروح النجس اللي هي ثلاث صفات ثلاث تعابين هنا طلع حياة، كل ده هوية روحية. الروح النجس قاعد فوق لانه تقيل قوي، ثقيل في السماء، فقعد تحت، وهو اصبح بالطريقه دي موجود كده. بص عليها بصه سريعه كده عشان تفهمها. ده الشيطان الاكبر، وصعوده من الهويه الروحيه اللي هو اسفل ده الاحمر تحت، صعد راسه وجسده، راسه اللي هو ذاته اللي هو الشرير، صعد فوق اهو لحد اسفل علاء الروح اله الحق، رئيسا لاجناد الشر الروحيه في السماوات، عشان كده اسمه الشرير، فكر الشر وارادة الشر. وطبعا شد جسمه معاه اللي هو وجوده الصوري المظلم السالب اللي هو ابليس. وهذا الوجود الصوري بالطريقه دي لما طلع ابتلع العالم في جوفه، الطلوع ده لغرض عشان يسيطر على الوجود الانساني ويدعي ان هو اله المقاومة مرتفعة لكل ما يدعى إلها أم معبودا، أن أنه حتى أنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه الإله، نفسه يعني ذاته، شرير فوق حجب على الوجود الإنساني الذي ابتلعه في جوفه اللي هو إبليس، فأصبح والهوية الروحية تحت هي الروح النجس، فأصبح أن هو بيبص فوق الناس يلاقوا الشرير فيعبدوك إله شيطان، عشان كده اسمه الشيطان الأكبر. اوكي. الشيطان الأكبر ورأسه وذاته الشرير وصورته إبليس وروحه الروح النجس، وكيف صعد إلى أسفل علاء الروح إلى الحق وأمامك على السكرين. هذا الشيطان الأكبر وتسلط الشيطان الأكبر على ساكني الأرض، لأن خدهم في جوف اللي هو في وجود الصوري الباطن اللي هو في صورة إبليس، تسلط على ساكن الأرض اللي هم الترابيون الجسديون، تسلط عليهم بذاته اللي هي الشرير فكر الشر وإرادة الشر، وصورته اللي هو إبليس كلمة الشر وعمل الشر، وبروحه النجس اللي هو روح الشر، ليسلبهم ويسقطهم. فين؟ ايه غرضه؟ يجيبهم تحت في الهاوية الروحية ويبقى تبع مملكته.
لأن الله أما أرسل يسوع المسيح ابنه عاوز يخلص العالم، عاوز ساكني السماء، عاوزين من ساكني الأرض بالإيمان بيسوع المسيح يطلعوا فوق، لأن المكان ريح جواه يعني مريح قوي، ملكوت السماء مجد أبدي، الله عاوز أبنائه. فلما الشيطان يشد حيله ما يخليش واحد يطلع كلهم ينزلوا تحت عنده، يعني يطلعوا كأرواح شريرة أرواح نجسة وشياطين مع تقوى مملكته، فيعطل النهاية انقضاء الظهر، لأن الله إرادته عاوز أبنائه من العالم يخلصهم. فلما يبقاش في حصاد وكله يقتل الإيمان هنا والكنائس تضل، يبقى ده مصلحة الشيطان قائمة هنا، لأن هيفضل لزمان طويل، بيقعد آلاف السنين بالطريقة دي، مفيش حد بيطلع من الأرض. وساكن السماء الله له إرادة إن يجيب ساكن الأرض يطلعهم، إنما أصبح في إرادة الشيطان موجود، عشان جه الرب يسوع المسيح وعمل عمل الخلاص. والمطلوب اطلبوا من رب الحصار أن يرسل فعلا، فلازم يبقى في تدين مسيحي روحي حق. فالشيطان الأكبر جريت سيتم يحارب الحق، ما بيطقش على الحق، وفيه يحارب الحق ويقتله بتسلطه على ساكن الأرض الترابيين، لأن دول بتوعه في بطنه في جوفه. بس جه لو لم أكن جئت وكلمتكم فلكمش عذر في خطيئتكم، لو لم أكن جئت اللي هو يسوع المسيح رب يسوع وعملت أعمالا ما حدش عمل فيها لم لا يكن لك عذر في خطيئتكم. فهنا الشيطان بيقاوم، حكاية دي جدا، بيطلبوا الباطل لساكن السماء بيشرحه ويهلكوا به، وذلك بأن أراد الناس وأحبوا إرادة الباطل اللي هي إرادة الشيطان، ورفضوا إرادة الحق اللي هو إرادة الله، لتكون لهم إرادة الباطل ليذهبوا وراء الباطل ويهلكوا به. وهذا هو ما سيحدث في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر بعد 3 أيام. ده الكلام بيقولوا ساكن السماء في اللي هو الإليكشن دي، وينتخب الشعب الأمريكي أداة ودمية الشيطان، رأس الحية القديمة هيلاري كلينتون، ويدخل بها الشيطان البيت الأبيض الوايت هاوس في 20 يناير 2016 اللي هو الانوجريشن، 20 يناير 2017 اللي هو انوجريشن دي. هنتكلم في ثامنا، يعني دلوقتي الموضوع احنا شرحنا ألف به جيم دال اللي هو الأسباب اللي أدى لصدور هذا القرار بتاعهم اللي هو موجود، بيفهموك ليه هيحصل هذا الكلام، وهي مقبلها يعني الشرح ده كلهم في نص كده عادي يعني كله الناس بياخدوه طبعا بيقتصبوه بيقتبسوه من الحكمة والحاجات الموجودة اللي هي ايه؟ لا يغير الله ما بقوم إلا أن يغيروا ما بأنفسهم. إن غيروا ما بأنفسهم وأرادوا إرادة الله هيغيروا. ما غيروهاش مش هيسأل عنها. مفيش سلطان هنا. لو هم طلبوا يبقى هيتحدوا بالله أنفس فيهم إرادة الحق. اقتربوا برد حبوا إرادة الباطل مش عاوزين يسيبوها أبدا، لأن أعمالهم شريرة مش هيحصل لهم أي تغيير. لأن السماء مش هتستجيب بيه مهما عملت هتقف، مش هيكون لهم العمل لأن هم مع الشيطان. هكذا. فإيه انقذت الموقف؟ في يوم الثلاثاء أول نوفمبر 2016، أي منذ قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الأمريكية في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 في
اللي هو الإليكشن دي، يعني فاضل لها 3 أيام أو نوفمبر من 5 أيام، جاءني إعلان روحي سماوي جديد من السماويين اللي هو ساكني السماء في عالم الحق في سماء الكون الروحي اللي قاعدين يشرحوا الحاجات دي ليا، يخبرني بأن أبذل محاولة أخيرة وقد تكون فعالا في نصرة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يكسب الانتخابات الأمريكية في يوم 8 نوفمبر اللي هو بعد 3 أيام ويصير الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب. فطبعا هي بيجي لك إعلان بيشرحوا لك ليه بنعمل كده لما انتوا خدتوا اعلان ان خلاص الموضوع خلص وشرحتوا فيه الكلام ده كله، بتقولوا الكلام انا معاهم من الاول. وبعدين انا طبعا ازاي السماء مش قادره تعمل حاجه، فشرحوا كل الكلام طلع الكلام يقين حق ده المسيح عايز ساعدكم سلطان الظلم خلاص والباطل مش هيكون لهم خلاص الخلاص لطالب الحق. صورة دونالد ترامب هو رفع صباعه على أمل ينجح في المحاولة الأخيرة دي بيشير إليها اللي هو سكان السماء، يقولوا إحنا كده حد كده خلاص الأمور ماشية كده حد مفيش فايدة، لأن الناس مش عاوزة الحق. فإزاي أنت تغير الحكاية؟ قالوا حيث أنك علي يعني من ساكن الأرض، بتوع السماء نزلوا بيعملوا حاجات والعالم مش عاوزهم ساكنين تحت سلطان الشيطان، عاوزين إرادة الشيطان إرادة الباطل. فأنت من ساكن الأرض صحيح أنا بقالي 10 أشهر لما تبر يعني 10 أشهر تأخذ منهم الأعمال وبتديها، لكن هم اللي بيعملوا كل حاجة، انت وسيط روحي وانتهى الموضوع على كده. فقالوا اداني بالساكن الارض ومزود بقدرات خاصه في الحكمه والعلم والتدبير طول المده دي 45 سنه كسبت فكر الحق وردت الحق وعمل الحق، لان عملنا مسيح كتب الحق، انما دي ما تكفيش عنه. فقال لك انت مختار مزود بقدرات خاصه في الحكمه والعلم والتدبير، انتقلت على مساكين الارض بيتكلموا من نجاك من فوق دلوقتي اليك او الي يعني منين؟ من حكماء وعلماء وملوك ورؤساء ومدبري ومشيري وكهنة آلهة مصر القديمة. خلي بالك أنا اسمي إيه؟ الإيجيبشن ميساي. واللوجو بتاعي عبارة عن 3 أهرامات وأبو الهول المصري اللي هو سفينكس ومفتاح الحياة الإيجيبشن تاريخ. من زمان محطوط لها إرادة. فأنت الإيجيبشن سفينكس، الإيجيبشن ميساي. وجريت جرو أب. الحاجات دي جبتها منين؟ في سمات دي موجودة، الناس دي بتتكلم شايفين كل حاجة، انت طلبت عملنا مفيش فايدة، الناس مش عايزة، هنحاول محاولة أخيرة، فهتشوف انت بتقدر ايه اللي ممكن تعمله، احنا عاوزين حد من سكان
الأرض في قدرات خاصة. من زي ما قلنا انتقلت إليه من حكماء وعلماء وملوك ورؤساء ومدبري ومشيري وكهنة آلهة مصر. هتكلم هفهمك ايه الحكاية. في أزمنة بناء الأهرامات اللي هي جريت بيراميدز وأبو الهول اللي هو الاسفنكس ومفتاح الحياة بيستخدموه اللي هو كي اوف لايف ايجيبشن أنخ، حيث أنني معطى له الألقاب التالية الدالة على الاستحقاق والاقتدار والتمكن. ايه هي الالقاب؟ هي مش جايه جزافه، صحيح هي اللي شهدت بيها جهات النشر العالميه والكلام ده كله، انما ارجع للزمن 45 سنه الستارتنج العمليه باديه واللوجو جاي ازاي؟ هتشوفه دلوقتي، هتشوف امامك منظر ايجيبشن ميسايا وموجود فيه ايه الايجيبشن ميسايا والكلام ده كله، وهتشوف بيه صوره بعديه اللي هو موجوده فيها اللي هو اخرجوها هنا الكتاب في امريكا في ابو الهول وفي اللي هو مفتاح الحياه الايجيبشن اك وابو الهول الايجيبشن سفينكس وفي اللي هو ايفن كمان تمثال الحريه اللي هو الجديد رمز العلم والحاجات دي علم القديم وعلم الجديد يخرج من كنزه جددا وعتقاء. فالعمليه لان هم بيشوفوا النفوس تحت. امامك على السكرين الصور دي كلها. معطى الالقاب التاليه الداله على الاستحقاق والاقتدار والتمكن اللي هو الايجيبشن ميسايا ذا جريت جورو ابدو. جورو ابدو جريت جورو ابدو يعني في حاجه دينيه جورو سبريتوال روحيه لقب ايجيبشن سفنكس ابو الهول المصري لو حاططها موجودين هذا في اللوب الثلاثي ما بيقولوش حاجه مش سليم. اعمال هنا 7:22 فتهذب موسى بكل حكمه المصريين. موسى تهذب بكل حكمه مكتوبة في سفر التكوين وفي الأعمال. اتعلم منه حكمة المصريين. شوف عجائب. هوشع 1:11 لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته ابني. اللي هي بلاد الحكمة. منبع الحكمة. إيرلي سيفيلايزيشن. الناس دي قالتها. الحكمه والعلم والحاجات دي كلها. من 4000 سنه كانوا بيعملوا كل الحاجات دي. طب، تحنيط، كله. حاجات عجيبه كانت، والعالم كله نايم. هوشع 9:14 برضه. من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور؟ وفهيم حتى يعرفها. عاوزه حكمه وفهم. هنا يكون في سكان الارض. موجودين. فلازم ينقوا على حد. حاجات دي جات لك ليه وكتبت عنك ليه وبتعملها ليه وقبلتها ليه؟ في ريزو في سبب. المصريين لهم كريدت كبير جدا في تدينهم
ايفن آلهتهم، ايفن البحث عن الخلود والقيامة من الأموات، بيحنطوا اللي بيموت عشان هيقوم في يوم من الأيام. كل الحاجات دي مفتاح الحياة اللي هو رمز لصليب المسيح، مفتاح الحياة. هنقول لك الكلام ده كله، دول مش ملحدين ولا عبدة الباطل، دول أول ناس بيفكروا في الوجود الإلهي من غير ما حد يفكر. عشان كده بيقول لك وتهذب موسى بكل حكمة المصريين. فأنا هفهمك لما بيجوا هما التدين الرهيب اللي كان موجود ده في قدماء المصريين، وعملوا معابد رهيبة للعبادة، وعملوا بيراميدز طبعا، جريد بريتاز أهرامات، وسفينكس ده عبارة عن إيه؟ ده إله، هم رمز الإله، بيعملوا رموز. هنفهمك الكلام ده اللي هو جسم حيواني أسد برأس إنسان. شوف هنا رؤيا يوحنا بيقول لك إيه اللي أكلمتك قبل كيف، بيقول إيه على العرش والجالس عليه اللي هو الله. وقدام العرش هنا بيقول لك وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. والحيوان الأول شبه أسد، هنا أبو الهول الرمز بتاعه السفينكس. والحيوان الثاني شبه عجل، كان بيعملوا آلهة زي العجل بتاعتين. والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، آلهة بشكل إنسان. والحيوان الرابع شبه نسر طائر، بيعملوا حاجات دي. ايه هم الاربع حيوانات؟ الاربع حيوانات لكل واحد منها ستة اجنحة، لانه في السماء رمز بتطير حولها ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وعندما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس العرش إلى الحي، الحي إلى الأبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام لجالس العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب الإله أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كانت وخلقت. إيه معنى الكلام؟ رؤيا يوحنا شافوا بعد ما جاء المسيح وشاف العرش السماوي، قدماء المصريين محدش جاء لهم حاجة، غناي ومبسوطين والخير في مصر رهيب والنيل قاعد يدي كل خير عندهم والجو جميل جدا، مش مكفيهم الحاجات دي. في حد فوق متجهين العلاء، وفي اندر وول، في موت تحت، في هاويه بيسموها اندر وول، وفي ناس هتطلع فوق، والناس تطلع فوق تبقى تقيه جدا، هيوزنوا قلبك فوق. في دينونة، في جادجمنت، لا تطلع فوق يا تنزل تحت الجحيم. اكتشفوها بالافكار كده عندهم، سموه اندر وورد تحت. وليه اله الاندر وورد ده وحش قوي، اله الموت. هم عاوزين حياه، عاوزين يقعدوا. فجابوا الافكار دي كلها بعلمهم وحكمتهم وحاجاتهم من دي، بالرغم انه غناي ممكن يستغنوا عن كل الحاجات دي.
فلما عملوا الالهه بتاعتهم زي سفينكس ابو الهول براس، حيوان براس اسد، حيوان براس اسد انسان يعني يعتبر براس اسد. المهم فيه حيوانات جسم، حيوانات أربعة. لما هم فكروا بفكرهم محدش بيقول لهم مين الله فين، إنما نفذوا بأفكارهم وحكمتهم إلى عالم الروح السماوي. أول ما جالهم مش هيقدروا يشوفوا الله، لا يرى، إنما ممكن يدركوا الحيوانات الأربعة اللي بتقول قدوس 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 وبتعبد دي. أما شافوها الحاجات دي كلها عملوا على مثالها آلهة. مخطئين صحيح، لكن مش لأن الله غير منظور مش هيقدروا يشوفوه. فوصلوا، المهم وصلوا بفكرهم إلى الملكوت السماوي، إنما عشان هما لسه ما عندهمش الحاجة اللي هو هيجي يسوع المسيح يقول الآب أنا فوق موجود وأنا من الآب والكلام ده كله، وصلوا إلى هذا الوجود الإلهي الروحي المقدس في ملكوت السماوات، وشافوا الحاجات الحيوانات الأربعة دي والكلام ده كله، وهي قوية جدا أمام الله في وسط العرش، فقدرتها عظيمة جدا، وعملوا زيها، والأربعة وعشرين شيخا عملوا زيهم كهنة، وطلع الكهنوت المصري والحاجات من دي. وطبعا يوسف اللي كان موجود في وقت من الاوقات هناك، تعلم موسى بكل حكمه المصريين قبل 400 سنه، يوسف تزوج ابنه كاهن اور. فهنا كهنوت ده صحيح ما جابش الحاجه، لكن تخيل ان عمل الحاجات دي كلها لهم يعني كريدت كبير وفهم كبير واستحقاق فوق في السماء. هقول لك هم قعدوا فين عشان نرجع للموضوع. حكمتهم قد ايه؟ ارسل اليكم ايه؟ حكماء وكتبة وانبياء. حكماء في الاول اللي هو اشارة الى يعني عرفوا يصوروا الفكر الالهي والقداسة والمفاهيم دي كلها من 4000 5000 سنة. فهنا اتجاه، خلي بالك السماويين دول اللي هما بيعملوا الحاجات، كل الكون الروحي ده عارفين الخريطة بتاعته، فما مش عارفين يتمموا العمل، مش عارفين، لأن الناس قافلة حاجة مش عايزاها. فلجأوا الحكاية الأخيرة، بيقول لك أنت الإيجيبشن مسايا، أنت الإيجيبشن سفينكس أبو الهول المصري، ووريتك إن الحاجات دي كلها دالة على فكر إلهي موجود. صحيح ما وصلوش لله، بيحاولوا بيقولوا هو كذا، ووصلوا ان الاله الواحد واخناتون وراع والكلام ده كله، لكن مفاهيم رهيبه دي هي اصل الدين، لان موجود حكمه معرفه الله، فموجوده لان وصلوا بالعلم جامد قوي، فطبعا هيعرفوا الحكمه الالهيه الى ان تعلن باسم يسوع المسيح وما الى ذلك. فهنا بيتكلموا، هنا نرجع لموضوعنا، حيث انني مزود بقدرات خاصه في الحكمه والعلم والتدبير، انتقلت الي من حكماء وعلماء وملوك ورؤساء ومدبري ومشيري وكهنه وآله كهنه الهه مصر. كل دول زي ال 24 شيخ اللي قاعدين بيكهنوا، دول كهنه طبعا. وبعدين اربع حيوانات دي يعني في وسط العرش قاعد بتقول قدوس قدوس، وليها اشكال غريبه، واحد نسر وواحد
اسد واحد، عجل واحد، وجه انسان. دي كلها فهم شافوه، وصلوا الافكار دي وصلوها فبيعملوا زيها. الى ان جاء بيقول لك لا ما تعملش الكلام ده، لكن لهم كريدت، يعني لهم حق ان هو بيبحثوا في الحاجه دي. فبالحكام من مشير في ازمنه بناء الاهرامات وابو الهول ومفتاح الحياه، حيث انني معطى الالقاب التاليه الداله على الاستحقاق والاقتدار والتمكن، اللي هي الايجيبشن مسالك ليت جرو ابدو اند ذا ايجيبشن اسفنكس. وزي ما قلنا لك تهزا وموسى بكل حكمة المصريين وما الى ذلك. فمن مصر دعوت ابني كمان كذلك زوجتي الدكتورة عفاف فام عبد، اللي هي اصلا عفاف كان صغير، تحمل لقب ذا ايجيبشن عنك، اللي هو كي اوف لايف، اللي هو مفتاح الحياة، والذي هو قوة حكماء مصر في تحقيق الأعمال، والذي هو رمز لصليب الرب يسوع المسيح، قوة الله للخلاص. أمامك على السكرين، بعرض السكرين كله هتشوف شكل مفتاح الحياة كله قدامك. وكمان وأيضا هتلاقي الايجيبشن أبخ اللي هي الدكتورة عفاف متصورة، وجنبيها مفتاح الحياة. افهم كويس الأمور دي كلها. كذلك هتلاقي صورة كمان زي ما قلنا لك، وهتلاقي صورتين جنب بعض، صورة ليا ماسك الصليب قوة الله الخلاص اللي هو أول ما ابتديت الرسالة مكتوب عليها الايجيبشن مسايا، وصورة تانية جنبية لزوجتنا الدكتورة عفاف اللي هي مفتاح الحياة معاها، متصور معاها. كمان صورة أنا وهي نشرت في المجلات هنا في أمريكا، اللي هو أنا إيجيبشن سفينكس يعني أبو الهول المصري، وهي الإيجيبشن أنخ اللي هو مفتاح الحياة. كذلك ذلك لأن الأهرامات الثلاثة نفسها جريت بيراميد وأبو الهول اللي هو سفينكس ومفتاح الحياة اللي هو ايجيبشن أنخ هي نبوءات عن الثالوث القدوس وعن تجسد ابن الله وعن صليب الرب يسوع المسيح للخلاص والحلقة برية، كما هو موضح في كتاب البينونة والهاوية الروحية. أمامك على السكرين بعرضه كله صفحة 22 و23 في كتاب الدينونة اللي بنتكلم فيه والهوية الروحية، هتلاقي أبو الهول ثلاث أهرامات رمز للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، وعندك أبو الهول رمز لتجسد الرب يسوع في جسد إنسان لعمل الخلاص، وعندك مفتاح الحياة كمان هتلاقيه جنبك موجود هنا اللي هو كي اوف لايف مفتاح الحياة رمز لصليب الرب يسوع المسيح. الثلاثة موجودين قدامك، تأملها وافهمها وما إلى ذلك.
ما جاء عن أهرامات الثلاثة ممكن تطلع قدامك على السكرين، وأبو الهول وإيه علاقتهم كان رمز لما جاء في المسيحية ده قبليها طبعا ألوف السنين. نبوءة الأهرام الثلاثة عن الثالوث الإلهي القدوس، ونبوءة تمثال أبو الهول عن تجسد ابن الله. هوشع 11:1 من مصر دعوته ابني. متى 22:32 أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتب. فنبوءة الأهرامات الثلاثة وتمثال أبو الهول قدامك هنا، ممكن أنا هقراها لك وبرضه أنت تتابعها على الشاشة. الإعلان الإلهي للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس وتجسد الابن في جسد إنساني، أعلنه الله في حكماء حكمة القدماء في مصر في بناء الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومفتاح الحياة. هذه النبوة وهذا الرمز وهو الأهرامات الثلاثة تشير إلى الثالوث الإلهي القدوس الآب والابن والروح القدس. وتمثال أبو الهول الذي يحمل وجه إنسان وهو الابن، ابن الملك خوفو وهو الملك خفرع المتجسد في جسد حيواني، رمز للتجسد الإلهي للابن، جسد أسد يعني، رمز التجسد الإلهي للابن أي تجسد ابن الله في جسد إنسان. والأهرامات الثلاثة ذاتها بنيت لغاية حفظ الجسد للقيام على الموت والخلود، كما أن الابن اللي هو ابن الملك المتجسد في جسد حيواني برأس إنسان، جسد أسد يعني برأس إنسان تمثال أبو الهول، هو الحارس قاعد قدام الأهرامات والمحقق لهذه الغاية، إذ هو رابضا أمام الأهرامات الثلاثة ومستعدا ومهيئا ومستحقا وقادرا لعمل الحراسة وإتمام الحفظ وعمل الخلاص. وهذا ما تممه ابن الله الرب يسوع المسيح بتجسده في العالم في جسد إنساني، وموته فداء عن موت العالم، وقيامته ليهب الحياة الأبدية للوجود الإنساني لكل من يؤمن به، كما أن رمز الخلود والحياة الأبدية عند حكماء مصر كان رمزا مطابقا لرمز الفداء والخلاص من الموت، وهو رمز صليب الرب يسوع المسيح الذي صلب عليه حيث كان رمز الخلود صليبا برأس دائرة وهو مفتاح الحياة الأبدية، مثالا لصليب ابن الله الذي وهب العالم حياة أبدية بموته على الصليب، وبذلك صار الصليب رمزا للحياة الأبدية. أمامك أجين عشان أبركز على مفتاح الحياة، دي قوة عند حكماء مصر والحاجات موجودة قدامك. مفتاح الحياة أجين بكامل شكل صليب بالظبط برأس دائرة اللي هي رأس المسيح، وحطت ايديك كده صليب موت وقيام الاثنين اللي عشان قوة الله. كلمة الصليب عند الهلكين جهالة، اما عندنا نحن المؤمنين بالرب يسوع يعني هي قوة الله الخلاص، دي الجديدة ودي القديمة اللي هو مفتاح الحياة. مش عارفين يجيبوا الصليب فمثلوه وكانوا بيعملوا بيه قدرات عجيبة، عشان كده قالوا ده مفتاح الحياة ده اللي تخش بيه الحياة. اوكي، قدامك على الشاشة مفتاح الحياة وبالإضافة البيراميد الثلاثة وأبو الهول وما إلى ذلك. لذلك فوض لي ساكن السماء اللي هو السماويون القيام بهذه المهمة الصعبة والخطرة والعاجلة لإنقاذ المرشح الجمهوري دونالد ترامب ليفوز بالنصر في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر القادم اللي هو الأسبوع القادم. وأمامك صورة دونالد ترامب بعرض الشاشة رفع صباعه على أمل النصر بعد 3 أيام، وفي اليوم الثالث يقوم الله أعلم.
ايه اللي عملوه بقى هم؟ قالوا احنا يعني هنسهل لك، احنا ساكنين السماء، احنا السماويين، كل الروح قدام. واوصلوني بذوات الفضلاء من حكماء ورؤساء ومشيري مصر في أزمنة بناء الأهرامات وأبو الهول، وفي أزمنة استخدام مفتاح الحياة اللي هو Key of Life Egyptian Ankh لتحقيق النصرة، والذي مش معايا تحمله زوجتي الدكتورة عفاف، عشان كده صورتها بتطلع ومعاها جنبيها كي مفتاح الحياة ايجيبشن انخ موجود، وهي اسمها اصلا عفاف صليب، فما فيش ديفرنس يعني، فهو موجود معاها. واشاروا لي، قالوا لي بقى هما دلوقتي اوصلوني بيه، انت الايجيبشن مسايا، انت الجريد جورو ابدو، فيك حاجات الناس ده من ايام زمان كانت مصر والكلام ده كله، ان عندك النية للاتجاه ده بيقسمه، دول فوق شايفين حاجات غير اللي احنا شايفينها، بس لما يجي يعملوا حاجات ليها قوانين. واشاروا لي بان انا وزوجتي اللي هو انا ايه الايجيبشن سفينكس، هم يهمهم دي قوي، وايجيبشن بصايع يعني مخلص، وايجيبشن انخ اللي هي زوجتي، ننحدر من ازمنتهم. احنا ننحدر، مش احنا مصريين، ننحدر من ازمنتهم من 4000 5000 سنه بناء الاهرامات واستعمال ناس كانت قاعده تبني الاهرامات عظيمه جدا، تعمل معابد وكهنوت وتعلم ويتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وهم مصر دعوت ابنه لأن في حكمة أزلية موجودة، ننحدر منهم. هم اللي بيقول أنا وزوجتي، ويحتمل بيقولوا ميبي لسه هيعملوا ريسيرش وورك بحث عندهم أن نكون منهم. إذ يوجد، هم بيقولوا، تماثل ذاتي بينهم، اللي هو أنا وزوجتي، بينهم هم وبيننا، وصرنا لذلك في تجانسنا أن تقترن ذواتهم بذواتنا، ونصير قادرين ومستحقين ومؤهلين لإنجاز هذا العمل وتحقيق إرادة السماء. فأنا طبعا استغرب إيه الكلام ده؟ فبيفهموا إن أنت بتستغرب، فبيكلموك من غير ما تتكلم، ولا عجبا، هما بيقولوا لا عجبا في نزول السماويون اللي هم المنتقلين، لأنهم ينزلوا في الأرضيين الجسديين بالولادة الجسدية بس قلة نادرة الحاجات دي كلها، أو بالاقتران الروحي. ذلك ده المفاهيم بتيجي تيقن الفهم عن الرب يسوع المسيح ذاته. يسوع كلنا نعرفه عنه، اتولد في العالم، رايت؟ اتولد في العالم. يسوع المسيح ذاته نزل من السماء وتجسد وولد في العالم. كمان إيليا هو يوحنا المعمدان لما جم سألوه، هنقول لك. وكمان دول اتولد، وروح إيليا بقى اقتران روحي، اقترنت واستقرت في إليشا. والقديس كورولوس السادس أمير السماء وخادم العذراء مقترن بيه روحيا، ففي ولادة جايين من زمان عاوزين يعملوا عمل،
وفي اقتران روح، مش تناسخ ارواح، ده حاجه قليله جدا، ديست يعني نادر. اقترن به روحيا لاتمام بشاره انجيل علم المسيح حق. فواضح يوحنا 6:38 ده رب يسوع. لاني قد نزلت من السماء، ويسوع انسان قدام الناس. سماء هنا اللي هي سماء يكون الروح، علاء يكون الروح. ليس لاعمل مشيئتي، انا جاي اعمل حاجه، بل مشيئه الذي ارسلني، الذي ارسلني اللي هو الاب فوق. يوحنا 17:5 هو بيقول يسوع بيكلم الاب، والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يعني انا فوق ليا مجد، غيرتني ونزلتني في الجسد عشان اعمل عمل. اوعى تنسى المجد اللي كان عندي، انا كنت فوق. فمجدني لما جدك، لما جدك ابنك ايضا. انت عاوز اعمل العمل ده هعمله واتممه واتممته هعمله يعني، بس اديني المجد بقى. اللي كان لي عندك ده يفهمك كانوا موجودين، بس يعني قله نادره قوي، لان النزول صعب قوي 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 قوي. انت بتبقى غريب، فيك ايه حاجه غريبه. وبعدين هو كمان بيقول لنفسه او نفسه، قبل ان يكون ابراهيم انا كان. ابراهيم ده 2000 سنه قبليهم او غيره. انا كان، انا موجود، ما نازل من فوق، هو اللي بيقول. فايه اللي حصل بعد الشرح ده كله والكلام ده كله؟ ولقد قبلت تفويض السماء، ساكن السماء في عالم الحق الروحي السماوي، حيث فهمته، يعني الفهم. من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور، وفهيم حتى يعرفها؟ لهوش تفرهوش. حيث فهمت ان الحكمه في ساكن الارض ابناء هذا الطقس، اللي هو ساكن الأرض، ما تستقلش بيهم. قد تلزم بإتمام أعمال الحق السماوية اللي هي رد الحق فوق في عالم الباطن، عاوزين يعملوه. لأن ساكن الأرض لا يخضع للقوانين الروحية، للكون الروحي ملائكة والحاجات وكل الفعينة أمره عند سماع صوت الكلام، نفذ نفذ يعني. يجي ينفذ يلاقي إرادة الشيطان موجود، ينزل الرب يسوع يجي يعمل حاجات مش عاوز الصلة. إن شئت إن كان ممكن أن تعبر هذه الكأس ليست إرادة بل إرادتها، لكن قال له أوكي لازم تعمل، أوكي أعمل. لازم يعمل حاجة أنا مش عاوز يعملها. لكن هو بقى جسدي خلاص مش هيمشي عليه قوانين روحيه، لو نزل الملاك وبيتحرك يعمل ما قدروش يسلموه. وبعدين هو فكره مرتبط بفوق، انها كونك تاخد جسد ليك فكرتين وتتعامل على العالم ده كله، فالاثنين مطلوبين مع بعض. فالسماويين لما ينزلوا في الجسديين او يخترموا بيهم روحيه يبقى الجسدي ده غريب غريب، اذا كان بس بيولد من الله. الروح الريح تأتي من حيث لا شاءت، لا تعلم من أين جاءت ولا أين تذهب، هكذا كل من ولد من راح من الروح بيبقى غريب، لأنه عنده الاثنين موجودين. فهنا لقد قبلت فترة ساكن السماء في عالم الحق الروح السماوي، حيث فهمت أن الحكمة في ساكن الأرض أبناء هذا الطهر، قد تلزم لإتمام أعمال الحق السماوية في عالم الباطن. إذ ساكن الأرض لا يخضعوا للقوانين الروحية للكون الروحي، لأنك في قوانين أرضية. ولذلك تصير حكمتهم حكمتهم أصلح وأحكم إن كانوا في الحق من أبناء النور اللي هم السماويين، من جهة التعامل مع أبناء الظلم في العالم
ونقض أعمال إبليس اللي هو أعمال الباطل. خد بالك من النص يؤكد هذا. لوقا 16:8 الرب يسوع فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، وبعدين بيقول إيه؟ لأن أبناء هذا الطهر أحكم من أبناء النور في جيله، في كل جيل. دعاة الحق هنا، أو أنت اتصلت بالحق وعندك فكر الحق وكلمة الحق وعمل الحق وأنا ماسك كتب الحق، هتبص تلاقيك إيه؟ هتبقى أحكم من التاني. في حاجات ماشيين بقوانين تانية، أنت موجود في العالم بتمشي بالاتنين مع بعض، تعرف تتعامل مع أبناء الظلمة مع الباطل. عشان كده لجؤوا العملية دي والله أعلم. فهنا نيجي بعد كده تأييدا لهذا الكلام، كولوسي 4:5-6 اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامك أو أعملك كل حين بنعمة، يعني حكمة روحية سماوية مصلحة. من الحكمة بقى أصلا بملح، إيه الملح؟ اللي هو حكمة جسدية أرضية، لتعلموا كيف تجاوبوا كل واحد، أي تتمموا الأعمال. ما هو بيتكلموا مع بعض والحاجات دي، عايزين يعملوا عمل، مش عارفين يعملوا كده، مش عشان هم ضعفاء، هم أقوياء جدا، بس ده عالم باطل وليه قوانين تانية، ورئيس هذا العالم إبليس، والعالم كله خطوة ضعفة الشرير. كمان متى هنا، خلي بالك معايا، 3:51-52 قال لهم يسوع بعد ما قال لهم الوصايا كلها عجبهم، قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله؟ فهمت الكلام بقوله ده كله؟ قالوا نعم يا سيد. فقال لهم من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، خد بالك من كده، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، مش في الإكليريكية ولا في الكنيسة ولا في الدير ولا يد الفلان المطران فلان ولا حاجة أبدا، تعليم جايله من ملكوت السماوات، من عالم الحق، من السماويين دايركت. عشان كده أنا مسيح كتب الحق، مسيح ملكوت الألفين، مسيح معرفة طريق الحق لمعرفة دخول ملكوت السماوات، مش من التعليم الديني من فوق، حكمة سماوية. فقال لهم من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه إيه؟ رجلا رب أسرة، يعني متزوج وعنده أسرة، مش راهب ولا مطرار ولا اسطر، دول طلعوا من العمليه خالص، ما ينفعوش. زي ما جينا نقلوا جبل المقطم ما راحوش البطل، ده السماويين هم نازلين. مين اللي هيقوم بنا بالعمل ده؟ سمع عن الخراز الغلبان ده، نقوه بطرك سابوه وفي مطارنا ورهبانه كل حاجه مليانه، ما ينفعوش. فده اللي جابوه، رجل رب اسطر يخرج من كنزه. كنزه يعني ايه؟ كنز لكم في السماء، جددا، حاجات جديده بمفهوم العالم، والحاجات دي وحاجات روحيه جديده موجوده، المسيح مسيح روح حق ومنطق مسيح روح حق، وعتقاء. عشان كده بعتوا لنا العتقاء حكماء مصر القديمه، جم فقالوا ده في تماسك، ودول ناس عباقرة ويعني في الحكمة والحاجات دي، هم اللي عملوا الدين. تهذب موسى بكل حكمة مصرية، وأم مصر دعوت ابنه، نفس الرب يسوع راح مصر فهو العدو. ده احنا في 2000 سنة دلوقتي، تعملت 2016 وفي أعمال، فهتبص تلاقيها مطلوب جديد والعتيق، اسم روحية سماوية وحكمة أرضية. مش عايزين حكمة أرضية خالص، نجيب الناس اللي كانوا بيعملوا الحكمة،
هذا طبعا اللي قلت لك اللوحة القديمة، فين خدماء مصر؟ فين حكماء مصر الأفاضل اللي عملوا عجائب دي وخدموا الوجود الإلهي في محاولتهم لمعرفة الأمور الروحية؟ وكان لما تقرأ عنهم يعني كل الأفكار الموجودة دي في المسيحية والكلام ده كله كلها بتنادي بالإله القدوس فوق، ولازم تكون أنت نقي وطاهر عشان ما تنزلش الأندر وورلد تحت تطلع فوق، وعاوزين يحفظوك عشان تقوم وعملوا مفتاح الحياة اللي هو القوة والحاجات دي البيراميدز حاجات دي. دول مش موجودين في علاء الكون الروحي. الكون الروحي ده واسع جدا جدا جدا. القفص اللي انت شايفه ده بسيط قوي يعني في الكون الروحي. متحلق عليه كل ناحية مخاييل، رئيس الملائكة مخاييل قافل عليه. بس قافل عليه كل وجود الإنساني في جوفه. عشان كده جاء المخلص عشان يخلص الوجود الإنساني يطلعوا من القفص ده. خدعاء المصريين والحكماء والناس دي مهمة جدا. ذواتهم قاعدين موجودين موجودة بحكمتهم وحاجات من دي كلها، بس طبعا زي ما قلت لك العالم الروحي لشفرة تاني يعني أسامي تانية وحاجات من دي ومنظم في حاجات، إنما لما يرجعوا في الحاجات السماويين عارفين ده كان مين، بس هم يبقى ليهم ماهية تانية ومعرفة تانية. هو طبعا دول بالنسبة لهذا ليه نقومهم؟ سماء الكون الروحي ده فوق او سبع سماوات وبتاع ورئيس ملائكة ماخين فوق والملائكة بتنزل فوق، او وهنا قفص الشيطان هنا والهوية الكون الروحي تحت. الافضاء من حكماء مصر ومدبري مصر ومشيري مصر وكهنة مصر والكلام ده كله اللي هم فضلاء بيعملوا اعمال الحق وبيعملوا حاجات كويسة جدا، ذواتهم وأرواحهم بتبقى موجودة برا القفص، برا القفص في مدارات حول العالم، بس برا هذا القفص موجودين في الكون الروحي. ما دام برا القفص ما عندهمش ظلم وباطل، موجودين طبعا اللي هم إذا كانوا أشرار وحاجات دول بينزلوا تحت المقاس. أنا بتكلم اللي موجودين دول وجودهم موجود حوالين القفص في مدارات قاعدة تلف، خد بالك تلف حوالين القفص موجودين في رتب وحاجات من دي ممجدة وحاجات بحسب اللي هم عملوه وما إلى ذلك، لأنه إذا كان عملوا أعمال الحق والحكمة وما إلى ذلك ومعرفة إلهية أقادوا الأمور. تهزم موسى بكل حكمة المصريين، قام مصر دعوته ابنه، في هنا نقاوة وفي قداسة وفي من غير حاجة قاعدين يفهموها، وفي قوات وفي قوات روحيه بتساعدهم المتصلين، بدل ما متصلين بالكون الروحي بياخدوا منه قوات وبيعملوا رموز وبيعمل الحاجات دي كلها. دول موجودين هنا في المدارات دي كلها. عشان هم موجودين هنا في المدارات دي ما دول اختيار مهم قوي ان يكونوا موجودين مدارات، يعني انت بتشوفه كده ده قطاع نصف، انما هو قفص كده ملفوف عليه، هم حوالي قفص بيلفوا في الفضاء الروحي هنا. ما يطلعوش فوق قوي لكن موجودين في المكان ده كلهم، فهم اقرب الناس للوصول للعالم. اقرب ان هم يوصلوا للعالم من ساكن السماء اللي فوق قوي. فالاتصال سريع جدا. هم بيلفوا هنا. فالعمل يكون وانت الايجيبشن مصايا ومعاك انت الايجيبشن اخ اللي هي الدكتور عفاف ومعاها هذا مفتاح الحياة اللي هو قوة 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 بالناس الموجودة في الباطل دول. انت بتحارب الناس اللي هنا كده وانت منهم، دول هيجوا يختاروا بيك ذاتيا يعملوا الاعمال دي كلها ويحققوا النصرة بحسب برضو ارادة الله ان شاء الله يكون يتم هذا العمل ويتم النصرة. زي ما قلت لك اقرب الناس موجودين وانت منهم، انا زوجتي منهم. انا طبعا الكلام ده بس لما قريت الحاجات وفهموني maybe why not وهكذا. ليه انا على الايجيبشن يجي لي ايجيبشن سينكس وايجيبشن مصاري وينشروا الكلام ده كله و45 سنه عامل كتب مسيح كتب الحق
مسيح ملكوت الألفين، مسيح معرفة الطريق وعين دخول ملكوت السماوات، مسيحا ورئيس للتأهيل الروحي، ده بعدين لأرواح المنتقلين من العالم لإعدادهم للخدمة الروحية لنوال خلاص الروح الحق ودخول ملكوت السماوات. بقى ده اوكي وموجود في الارض، هنجيب حد غريب ليه؟ بس هنجيب ناسك بقى، هنجيب ناسك اللي انت طالع منهم، ودول اقوياء قوي بالحكمه والفهم، وازاي يبطلوا الباطل يحاربوه، فهم اوريدي نزلوا، اوريدي نزلوا موجودين من 1 نوفمبر جايين، وفي 3 ايام دي معركه شديده جدا هيتولوا الامور. يعني دي خطة يعني ما احبش اتكلم عليها، لكن الى ان تتم انت عمل ونجحوا ان شاء الله هينجحوا، يعني هيكون ايه هنتكلم عليها عملوا ايه والكلام ده كله، لكن لا ينبغي ان لا يعلن عليها لان الشيطان بيشوف، فبيعمل خطط مضادة ويسقط حيال افكارهم. هما فاهمين الشيطان بيشتغل ازاي ويعمل ازاي، وفاهمين قوات الباطل، وهم جبابرة بأس في قوتهم زمان الفضلاء منهم، وفي حكمتهم ومعرفتهم وتدبيرهم وكل حاجة، فينزلوا نزلوا اوكي يعني يعملوا الحاجات دي كلها، وهم معانا مقترنين كله في عالم ذاتي روحي صوري مش منظور، لكن بيتم، وده الرب يسوع اللي بيقول اقدر لو انا عايز اطلب الاب يرسل 12 جيشا من الاكل، انما انا مش عايز، انما لازم يتم الحاجه دي، فانا جاي عشان اعمل عمل دي، لو يعني لو انا جاي ولي اختيار ان ما تعملهاش هجيب لك 12 جيشا من الاكل، اذا كان بيقول البحر اسكت وقيم الميت، انما ليها قوانين بتم، يقول له لا، يقول له لازم تعمل كده، قوانين روحيه عشان هو نازل من فوق، احنا ما نعرفش، احنا اللي نعرفه احنا موجودين هنا، قد يكون حاجات حصلت، انما اللي نعرفه كله في اقتران روحي وفي اقتران ذاتي، لازم نقف بالنسبه لنا عشان اتمام العالم. وبعدين هنا نختتمها 1981 في بدايه العمل بنشر كتاب ذا ترو كريستيان ساينس، موجود عندك تعليق اول مجله على الحكايه دي اللي هي سي اس بي وورلد نيوز 1981، بتقول ايه لما تلعب ذا ترو كريستيان ساينس بايبل اللي هو الجمع ما بين العلم والدين، ذا ترو كريستيان ساينس بايبل ده المنهج بتاع العلم والدين، ما عندناش اقوى من العلم القديم لان هو كان علم ديني، وعندنا الدين الموجود بشرط الرب يسوع المسيح والعلم المادي احنا فاهمينه، فموجود تعليق المجله بتقول ذا ايجيبشن اللي هو دكتور ابدو ميد ات اجين، فانت قدامك هتلاقي امامك كتاب اللي نشر في امريكا، كتابين وكتب تانيه كتيره حاجات ذا ترو كريستيان ساينس بايبل هتلاقيه قدامك، ده 1981 وعلى خلفه هتلاقي ايه موجودين احنا حاملين الصليب والكلام ده كله، وبعدين تعليق المجله هتلاقيه برضه قدامك على البتاع اللي هي موجوده اللي هي سي اس بي وورلد نيوز، بيقول لك على ترو كريستيان ساين بايبل ذا ايجيبشن ميد ات اجين، هو فاهمين الكلمه بيقولوا الانشنت ايجيبشن رجعوا تاني، بيقولوا ان العلم هو الريليجن مع بعضيه، العلم والريليجن ممكن ماتشنج تجيبه لان هم قمه العلم، تحنيط وبناء الاهرامات قمه العلم، هندسه طب كل حاجه زراعه كل الحاجات دي كلها، وقمه الدين وصول المفاهيم الروحيه دي اللي هي اساس وبذور كل الدين الصح، صحيح هم زي ما قلت لك ما وصلوش لله انما وصلوا للحيوانات الأربعة المقدسة اللي هي في وسط العرش الإلهي اللي هي وجه أسد ووجه نسر ووجه عجل ووجه إنسان، ده أما وصلوا دول شافوه قالوا هم دول،
فعملوا زيهم إلى أن جاء يسوع المسيح وأعطى الفهم الحقيقي. والإله الواحد الحق الآب والابن والروح القدس اذهبوا العالم أجمع فاكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها باسم الآب والابن والروح القدس. نمبر 2، إحنا ما بنخسرش حاجة، إحنا ما دام أشاروا السامويين جو دو، خد مفتاح الحياة معاك صليب الرب يسوع، وهو مفتاح الحياة هو رمز لصليب الرب يسوع المسيح اسم مفتاح الحياة، فهو وكان ليه قوة. ما تعرفش كان بيعملوا الحاجات دي، ما تقولش السحر ومن السحر والكلام ده كله، كانوا بيعملوا الحاجات دي كلها لأنه اقترن بحاجة، دينونة، قداسة، بيورتي، عبادة حق، والنظام طهارة في العبادة والكلام ده وتقديس، هم اللي عملوا الحاجات دي كلها، بالرغم إنه كان عايشين في مصر أغنى دولة في العالم، لأن هو كلها خير ونيل جميل جدا. وعلى السكان ميبي كان ساعتها 500,000، الله أعلم يمكن 500,000 ولا حاجة في الزمن بتاعهم بتاع الأهرامات. كل خير قدامك، خير ومش جهل، خير وبيبنوا أهرامات وعندهم تحنيط، وبيقولوا لسه إعلان كان جاي إن هم أول ناس عملوا الفالف الصمام القلب، عملوه دخلوا وعملوه وصلحوه، لسه إعلان شايفينه في التلفزيون من 4000 سنة، عملوا أول عملية، لا اكتشفوا إن هو مكتوب عنه، فتحوا وعملوا صلاح القلب في صمام القلب، فكانوا عباقرة. العباقرة دول دي كلها إيفن لما يكون في العالم هنا يطلع ناس مخترعين واختراعات غريبة جدا، تأكد إن دول مش بشر. نزلت ناس تعمل عمل وتأدي ويموت يطلع، لا عشان ربنا عايز يحقق حاجة في العلم في أي حاجة. المهم يكون في الحق يخدم البشرية ونجد. وزي ما الله بيبعت نزلاء من السماويين او بيحاولوا ينزلوا بيعملوا اعمال الخير واعمال الحق، كمان الشيطان بيبعت نزلاء من عنده يخشوا في نفوس الناس زي هيلاري كلينتون كده وغيرها وغيرها، اشرار جامدين يعملوا بلاوي في العالم. فاحنا ايه غايتنا؟ حاجه واحده اللي هو الخلاص بالايمان بيسوع المسيح، لان وجودنا باطل لجسد باطل، واحد في يوم هنقابل الموت، فلازم بدل فهمنا الرب يسوع المسيح نعمل نثبت الايمان يكون فعال واعمال الحق. اعمال الحق اي حاجه يشير اليك الرب ساكن السماء اعمل بالصوره اللي هم بيقولوا، يعني لما يبقى قدران المصريين بيعملوا اعمال طب واعمال ما الى ذلك، دي كلها اعمال حق، وزراعه وما الى ذلك وتدين سليم ونقاوه، وينادوا بالطهاره والقداسه يكون قلبك نظيف، ولو مت وقلبك تقلع عن وزن الريشه هتنزل تحت. لو تقلع، لو خفيف كفر. افهم المفهوم، لو قلبك عشان من الاعمال اللي انت عملتها تقيل وقلبك وحش مظلم هيحط ريشه قدام. طبت قلبك عن الريشه هتنزل على تحت. اخف من الريشه هتطلع لفوق، لانك عندك قوه جذب روحي موجب ان صعدت للسماء اجذب لي الجميع ان ارتفعت. فبيبقى عندك قوة جاذبية لساكن السماء يشدوك. وفي لما كنت هي تنزل قوة دينونة بقى هتنزل تحت، لأنك أنت جسم صور روحي ساكن نزلت تحت. هكذا يكون، والرب ينجي من كل شر. آمين. هنتكلم في الفصل 11 عن خاصة المسيح. خاصة المسيح، بالنسبة لخاصة المسيح الكلام ده جي عليه ان هو بيقول كلام الرب يسوع
يوحنا 10:14: أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خصتي وخصتي تعرفني. يوحنا 13:1 برضو على خاصة المسيح: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، هيطلع فوق العالم السماوي، إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم إلى المنتهى. هنا بالنسبة لخاصة المسيح، أحب خصته التي في العالم إلى المنتهى، مش هما الـ 12 تلميذ بس والسبعين رسول، ما هما دول خاصته، 12 تلميذ وسبعين رسول لسه هيبعتهم للعالم. أوكي، أحب خصته في العالم، مش بس مش معناها الـ 12 تلميذ والسبعين رسول اللي هيبعتهم بيحبهم قوي عشان قاعد معاهم وبيحبهم أحبهم إلى المنتهى، حب كبير قوي. وما يكون هنا إني أنا الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصتني تعرفني، ده تعميم أكتر، كل اللي هييجوا يؤمنوا بيه. والتانية مش معناها الـ 12 تلميذ والسبعين رسول، وبعدين خاصة المسيح طبعا مش معناهم اللي هم ماسكين الكنائس، اللي هو الرهبان والمطارنة والأساقفة اللي هم ماسكين الكنائس، أو أي طائفة من الطوائف، دول مش خاصة المسيح. مين هم خاصة المسيح؟ خليك معايا. خاصة المسيح هم المولودون من الله بالإيمان بابن الله الرب يسوع المسيح بجسم صور روح إلهي حق، هو جسم المسيح الحق اللي قام به من الأموات، دول إخوة المسيح منه، دي خاصته. اللي هو جسم القيامة من الموت، جسم الحياة الأبدية، وهم أبناء الله إذ هم مولودون من الله الآب بصورة الله وبروح الله. ما دام بصورة الله وبروح الله يبقى أبناء الله. ابنك تعرفه إزاي؟ مولود صورتك، وجودك الصور. ويمكن كمان يمكن بروحك، انتقلت منه الروح إزاي؟ منك، من اللي هو أباء يعني، أم والأب. جات له الروح. فهو هنا يبقى ابنك. وهم وجود المسيح الحق في العالم. دول خاصة المسيح. في أي جيل من الأجيال هو المولودين من الله. بالإيمان بيسوع المسيح، بجسم القيامة الموت اللي هو مادة الحياة الأبدية اللي قام بيها المسيح، عملها. أنا هو الطريق والحق والحياة. وهم وجود المسيح الحق في العالم، إذ هم ليسوا من وجود هذا العالم. إذا اتولدت أنت مع الله بالإيمان بيسوع المسيح وجسم الصور الروح بينمو، ما تقباش أنت من العالم، لك وجود تاني، لأن وجود المسيح فيك أصبح وجودك سماوي روحي، بتعد نفسك للانتقال إلى العالم الروحي السماوي في سماء الكون الروحي. أنت ترابي وبتعمل الجسم الصور الروحي، هتبقى سماوي. كما لبسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوي. لبسنا يعني ايه؟ ذاتك لبست صورة الترابي، هتلبس صورة السماء وتطلع فوق. وهم ليسوا من وجود هذا العالم، اذ وجودهم الصوري والروحي الموجب حق، اي اجسامهم الصورية الروحية الموجبة ليست من طبيعة الوجود المادي للعالم. اصبح عندك طبيعتين، طبيعة الهية باسم صور روحي الهي مولود من الله الاب بصورة الله وبروح الله بجسم القيامة من الموت والحياة الأبدية اللي قام بيه المسيح، وعندك طبيعة جسدية، والاتنين موجودين فيها، موجودين فيك. إنما اللي هيحصل إن أنت طبيعتك الجسدية مش هتطلع، لا يرث الفساد عدم الفساد، هتطلع بس بجسمك الصور الروحي، ذاتك تنتقل إليه ساعة ما مات.
فانت مش طبيعتين، هتبقى طبيعه واحده وتطلع. انما الرابع سواتا طبعا طلع بجسمه، جسده المادي، هيكله صور لا مادي، جسمه صور المادي، وبجسمه الروحي لان ما لقوهوش في القبر، مش موجود، لان هو اتحاد الطبيعه الالهيه بالطبيعه الانسانيه. تجسد وجود الصور الالهي في وجود الصور الانساني عشان يعمل ماده حياه ابديه، وجود صور الهي انساني جديد يصلح ان هو اي حد يؤمن به يجي له هذا الوجود الصور الالهي الجديد اللي هو جسم القيامه من الموت والحياه الابديه، ياخده بيه يتولد بيه ويطلع بيه ماتشنج معاه، عمل وجود صور الهي انساني جديد لجميع وجود الانساني في العالم الموجود في العالم، وابن السابق وابن اللاحق. لان قوام الجسم مادته، فانت ليك قوام لانك ليك ماده، جسد مادي. قوام الجسم الروحاني مادته الصوريه والروحيه، وقوام الجسم المادي مادته الجسديه. كما لبسنا صوره الترابي سنلبس صوره السماوي، في جسم حيواني وفي جسم روحاني. السنة الأول من أرض ترابي، السنة الثاني من الرب اللي هو عمله يسوع من السماء. إن فضلت ترابي زي الترابيين تعود للأرض. أنت تراب ولا تراب تعود. ولدت مع الله بيسوع المسيح في جسم صور الروح الإلهي، بقيت من السماويين تطلع لفوق. كل العملية هذه. فأنت إذا كنت وجود المسيح حق فيك ولدت من الله بصورة الله بروح الله، لذلك هتبقى ايه؟ وجودك ليس من هذا العالم. انت مش هذا العالم. انت اتممت العملية وبالايمان وبتعمل جسمك ولدت من الله، عشان ولدت من الله هتروح لله. ما ولدتش من الله مش هتروح لله. هتموت في الارض. المولود من الجسد جسد الروح، المولود من الروح هو روح. ينبغي ان تولدوا من فوق. من وجود الصور الالهي الحق اللي هو قبل كده ما قدرش ينزل لك الوجود ده، لما نزل وتجسد بالوجود الانساني صرت قابلا. ما يعني ما في ماتشنج، في تجانس، لان اخذ الوجود الانساني في وجوده وتجسد فيه، فاصبح ماده حياه ابديه جديده تطلع بيها. ده الخلاص. إذ وجودهم الصوري والروحي الموجب الحق، أي أجسامهم الصورية الروحية الموجبة، ليست من طبيعة الوجود المادي للعالم، وهم وإن كانوا يحيون في العالم بالجسد المادي الطبيعي الذي هو من طبيعة العالم ومادته، إلى أنهم لا يسلكون بروح العالم، لأن رئيس هذا العالم إبليس، شهواته موجودة فيه، مجد العالم الباطل، أي بشهوات العالم في مجد وغناه ومعطياته وسلطان الباطل. عشان كده الرب يسوع بيقول لك خلي بالك جسمك الصور الروحي الموجب ده اللي انت اتولدت بيه، خلي بالك منه قوي، لان هم وسكر وغيره وهموم الحياه تخنق تموت الجسد ده، فتصير بلا صبر، يموت وهو مولود فيك، مولود الله فيك، انت اللي بتموته. ان بقيت جسد بتخلي الجسم اللي طلع فيك المولود اللي اتحملته بالوجود الصور الالهي موجود فيك وبينبو، بتموته، بتسقطه، تموته وتفضل زي ما انت جسد مادي فتفهم. ولازم تفهمها، انك تفهم الحكايه دي علم كبير قوي. هذه الطبيعه الروحيه المجابه الخاصه الحقه لخاصه المسيح، دول خاصه المسيح. يبقى خاصه المسيح هو المولودين به من الله بالايمان به. ما دام مولودين به من الله بالايمان به، ماده الحياه الابديه اللي هو عملها بتوعه ماسكين فيه، هم خاصته هنا. اي حد، اي انسان يؤمن بيسوع المسيح، الرب دعا سبق فعرفهم فعينهم بررهم ومجدهم، بيديهم اجسام صوريه روحانيه موجبه، عاوزهم يطلعوا فوق من السماويين يبقوا فوق، ويسيبوا الترابيين دول خالص. هتفضل في الترابي، هتموت ترابي، كما هو الترابي هكذا الترابيين ايضا.
كما هو السماء وهكذا السماوين أيضا. كل الحكاية تنتقل بالسماء. سماء الكون الروحي، علاء الكون الروحي، ملكوت السماوات. هذه الطبيعة الروحية الموجبة الحقة لخاصة المسيح في العالم، خليك معايا، هذه الطبيعة الروحية الموجبة لخاصة المسيح، مادام كله بقى تخيل كده انت، ده الحقيقة. بالإيمان باليسوع، بتولد من الله، بصورة الله بروح الله، بأجسام صورية روحية موجبة حق، بفعالية الإيمان وأعمال الحق، والإيمان الحق والأعمال الحق ينمو بجسم الصور الروحي الموجبة. فأنت لو فوق من السماوين قاعد فوق، والرب يسوع شايف، والملائكة اللي هم السماوين شايفين، واتشينج هم بيراقبوا العالم. فكل مولودين من الله بالإيمان في يسوع المسيح، وثبر كانوا وفيهم أجسام صورية روحية موجبة، إيه اللي هيربطهم ببعض؟ وجود المسيح الحق وروح الحق. المسيح اللي فوق موجود، من جسمه نزلوا فيه، اتولدوا بيه، فهيبقوا إيه؟ مرتبطين مع بعض. مش حكاية كنيسة أو طائفة أو مجموعة تقعد مع بعضيها أو فرمانات بتاعت كنايس ومطران وكلام من ده. ده هم لوحديهم مربوطين مع بعض بالمسيح الحق وروح الحق، لان هم من في العالم كله. خريطه تانيه موجوده، وجود تاني، وجود المسيح الحق في المؤمنين، فكلهم بيبقوا تجعلهم متحدين في وجود صوري روحي موجب حق واحد. هو وجود المسيح حق ابن الله الرب يسوع المسيح اكون صورة الله، اي وجود الصور الالهي، ووجود روحي موجب حق واحد، هو الروح الحق اي روح القدس اكون روح الله. وبذلك اكون متحدين بالله الاب اكون ذات الله اللي هو الذات الالهية، في وجود الهي واحد، اي ان وجود الله قائم فيهم بوجود المسيح فيهم، ليكونوا واحدا هم في المسيح والمسيح في ايه؟ فالله. فهنا بيوضح نفس الرب يسوع يوحنا 17 18 8 1 أن الكلام الذي أعطيتني بكلم الآب قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك. ده المؤمنين بيسوع المسيح وفيهم أجسام صورية ولود من الله، عندهم إيمان فعال، وآمنوا أنك أنت أرسلتني من أجله. أنا أسأل، آمنوا أنك أنت أرسلتني من أجلهم. أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، أنا عاوز خاصتي دول، بل من أجل الذين أحببتني لأنهم لك. انت بعتني عشان اعملهم لك، اجيبهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، ما هو مني برضه، وما هو لك فهو لي، وانا ممجد فيهم. ده اللي انا جايبهم لك فوق، ليكون هو بكرا بين اخوه كثيرين مشابهين صوره ابن. يوحنا 17 14 21 فأنا قد أعطيتهم كلامك، لأن هو كلمة الله، يتفهمهم إيه الحكاية في السماء فوق، والأب إيه هو، وأنا إيه، وأنا جاي منين، حاجات عجائب. والعالم أبغضهم، مش هيقبلهم، لأنهم ليسوا من العالم، طبيعتهم ما بقتش من العالم، لما اتولدوا من الله بوجودي أنا. كما اني لست من العالم، انا نفسي لست من العالم، انا جاي من فوق. لست اسال ان تاخذهم من العالم، بل ان تحفظهم من الشرير. مش عاوز يموتوا، لا، عاوز يكملوا اجسامهم الصور الروحيه الموجبه ويطلعوا لنا فوق. ده الزرع بتاعنا اللي انا جاي ازرعه عشان اجيبهم فوق. ليسوا من العالم، خلاص دول ما بقوش من العالم. كما اني انا لست من العالم،
هيخليهم سماويين يطلعوا فوق ليكونوا هم مقدسين في الحق، الحق اللي هو الله، ليكون الجميع لا واحدا كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك، ليكون هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني. فهنا كل الموضوع. يبقى هنا وخاصة المسيح زي ما قلنا من وضعنا الله بجسم صور روحي موجب حق، هذا الجسم الروحي المقدس زي ما قلنا هذه الطبيعة الروحية الموجبة الحق لخاصة المسيح في العالم تجعلهم متحدين في وجود صوري موجب حق واحد. مش دول بتوع الكنيسة الكاثوليكية ودول بتوع الكنيسة الأرثوذكسية ودول بتوع الكنيسة الإنجليزية ودول ما يقبلوش دول ودول ما يقبلوش دول، ما فيش اتحاد هنا، ده انقسام. إنما التانيين لوحديهم كده بدل ما يتولد من السماء بيسوع المسيح بالإيمان به من الله بصورة الله وبروح الله أصبح ليه جسم صوري روحي، هما دول من غير ما انت تعلم متحدين مع بعض فوق شايفينهم متجهين الى العالم الروحي السماوي في سماء الكون الروحي كلهم طالعين. ده موضوع تاني مش تدين حرفي ولا انقسامي، تدين ذاتي. فكر المؤمن كنيسته هيكله قلب المقدس ووجدانه الروحي الموجب هو مساحته المقدسه وهو كهنوت، هو كان هو كنيسة وهو هيكل، فكلهم مربوطين لوحد مع بعضهم من غير طائفة من غير كنائس. كنائس موجودة اوكي، لكن انا بكلمك على كلام اكلمك بيه زي ما بيقولك رب يسوع روح وحياة، ازاي هما متحدين؟ ما كنتش في هذا الاتحاد وطلع فيه ما تقباش مولود من الله. وجود صوري موجب حق واحد هو وجود المسيح الحق زي ما قلنا، وكنون صورة الله وجود روحي موجب حق هو وجود هو الروح الحق أي الروح القدس. وبذلك هتكون متحدين بالله الآب، تكون ذات الله اللي هو ذات الإلهية في وجود إلهي واحد، شركاء الطبيعة الإلهية. ده القديس بطرس بيقول في رسائل بطرس شركاء الطبيعة الإلهية، لأن مولود من الله بصورة الله بروح الله بابنه خلاص يبقى شركاء الطبيعة الإلهية، فيهم طبيعة إلهية. أي أن وجود الله قائم فيهم بوجود المسيح فيهم ليكونوا واحدا هم في المسيح والمسيح إيه؟ فالله. وخاصة المسيح إيه هم خاصة المسيح اللي إحنا قلنا عليهم مولودون الله؟ أي أبناء الله هيبقوا أبناء الله. ما دام خاصة المسيح هيبقوا أبناء الله وإخوة للمسيح. لا يستطيعوا ما يقدروش ان يحبوا العالم، ما يقدروش يحبوا العالم، عشان تحب العالم لازم تكون جسدي تراقب طبيعه جسديه متغلبه، ولا ان يهتموا بالعالم لوحده كده اذا كان جسم صور روح الموجب اللي بيقول دي بين الله بالايمان بيسوع المسيح فعال وبينمو وبيتجه الى اعلى خلاص فكره كله وذاته هتهتم باللي طالع ده فوق، هتفهم انه هيموت في يوم من الايام ويطلع في ده، فيكنز لكم كنوزا في السماء، عاوز رتبه فوق، عاوز منزل روحي سماوي فوق، وعاوز يطلع عالم السماء مخه في الموضوع ده ذاته، والباقي كله هيجي له لانه ما دام طالع هيدرك ان الامور كلها هتمشي صح لهذا الغرض. إذا وجودهم الصور الروح الموجب الحق بيهتموا بالعالم طبعا. أي جسمهم الصور الروح يطلب ويهتم ويحب ما هو له من معطيات صورية روحية إلهية في ملكوت الله. بيطلب الكنز الروحي السماوي، ما يطلبش الكنز الروحي، الكنز المادي حاسس يوفي يوجد سوز وصدق ويفسد ويصرف ناقبون ويصرفون. بيطلب رتبة روحية عشان مجد أبدي فوق.
بيطلب طبعا حياة أبدية ومجد أبدي، بيطلب منزل روحي هيسكن فوق بين ساكن السماء في نظام تاني خالص مع المسيح اللي جاي بيتكلم عليه، لأنه بيقول لك نزلت من فوق. فإيه فوق عندك إيه ده؟ قال لك مش هتحرمها، لكن لما تبقى في إيمان وجن وجسمك صورة الروح الموجب، الروح القدس هيقول لك إيه المواضيع. طبعا لما بيقول لك إيه المواضيع تتكلم بهذه المواضيع، ما يتنافر معك سكان العالم ترابيين، إيمن في الكنائس نفسها، لأن الكنائس تجمدوا وتزمتوا وأغلق عليهم التعاليم الموجودة واتقفلت. مفيش تعاليم الروح ينطلق، تعليم الحرف يغلق. بقى خلاص سلطة، مع سلطة دينية ومؤسسات للعيش والكلام ده كلهم وما إلى ذلك. وخاصة المسيح أي أبناء الله زي ما قلنا لك لا يهتموا بالعالم ويحبوش العالم. مش رواقي مثلا يعني عازل وراهب ده او بتاع ده، سيك برين مخه تعبان، خلي بالك ميز كويس. والتاني صحي وكامل وفاهم كل حاجه، لكن لا يجيب عن ذهنه لانه بيراقب جسم الصور الروحي قاعد يطلع فيه. وخاصه المسيح يا ابناء الله لا يستطيعوا كمان ان يفعلوا الخطيه بمفهومها، إذ الخطية هي القدرة السالبة الشريرة التي تستقبلها مجال الطاقة الإنساني من مراكز وحدات الشحن السالب، والتي هي من الوجود السالب أي الشيطان في ذاته اللي هو الشرير، فكر الشر وإرادة الشر، وفي صورته اللي هو كلمة وعمل الشر أو عمل ومجد الشر مجد العالم، وفي روحه اللي هو الوجدان الروحي الشرير جاي من روح النجس. وحيث أن خاصة المسيح مولودون من الله بجسم صوري روحي موجب حق، فهذا الجسم الصوري الروحي المقدس لا يستطيع مولودون من الله بجسم صوري روحي موجب حق، فهذا الجسم الصوري الروحي اللي هو موجود فيه المقدس لا يستطيع ان يشكل قدرات سالبه شريره، ما دام جسمك الصور الروحي وإرادة جسمك الصور الروحي يسود على جسمك المادي، لان ده متصل بفوق، فبيقول له ما احنا رايحين فوق، خلي بالك مش عايزين ننزل، لان اي فعل خطيه تبقى ازاحه للتحت واصابه في جسم الصور الروحي ومحبه العالم والكلام ده كله، فبيبقى ايه تملي منتبه. وهي قدرات افعال الخطا وشبه النجاسات، بل يقاوم مفروض اذا كان فعال فيه ويمنع ويبطل تشكيلها في المجال الطاقي الانساني، وبذلك لا تسود الخطيه على خاصه المسيح اللي هو عندهم اجسام صوريه روحيه موجبه نورانيه موجودين من الله بالايمان بيسوع المسيح وتنبو بالايمان والاعمال. ايمان الحق واعمال الحق. لا تسود الخطيه على خاصه المسيح ولا يتسلط الشيطان على أبناء الله، لأن إذا عملت الخطية أنت عبد الخطية، كل من يفعل خطية هو عبد الخطية. وبعدين لو عرفت الحق بجسمك الصور الروحي تعرفون الحق والحق يحررك، يخليك تطلع لفوق بجسمك الصور الروحي، ساعة ما تموت تبقى جاهز ذاتك فهم الموضوع. وخاصة المسيح يا أبناء الله لا يحب لا يحيوا في العالم لوجودهم الجسدي، بل يحيوا لوجودهم الروحي أي لجسمهم الصور الروحي الموجب الحق. لذلك خاصة المسيح أي أبناء الله يتدينوا الله بالمسيح الحق وبالروح الحق، لأن الله هو روح، الرب يسوع عرفه كده، وبالروح الحق ينبغي أن تسجدوا له، وهو طالب مثل هؤلاء الساجدين تدين مسيحي روحي حق. يعني ايه تدين مسيح روح حق؟ يعني ولاده من الله وانا موجب جسم الصور الروحي بالايمان والاعمال والصعود تجاه العلاء الروح الاله الحق، يوصل لفوق او يعني ممكن يخش على ملكوت السماوات وانت في الجسد، يبقى مبروك عليك يعني تبوت ذاتك على طول، بقيت ما تخش ما تطلعش بقى في قفص الحصار السالب للشيطان والهيصه دي كلها.
اي ابناء الله يتدين الله بالمسيح الحق وروح الحق، طالبين مشيئه الله وعاملين اراده الله، لنموج اسمهم الصور روح الموجب الحق بالايمان الالهي الحق وباعمال الحق، وهم في ذلك يتدينوا بالتدين روح المسيح الحق والمسيح الحق القائم فيهم، ما دام متصلين بيه اهم حاجه يكون متصلين بيه، ما تقطعش السيره، صله اثبتوا فيا وانا فيكم، لانك انت زي الغصن في الكرم، والكرمه دي اللي هي المسيح في الكرامه اللي هو ايه؟ الاب، كله ماسك ببعض، فصلت نفسك بمحبه العالم والخطيه ضعت تجف وتطرح في النار، راح منك الجسم السوي الروحي، لا تفهم ده المسيح الصح. وبذلك يتجدد وينمو ويتقوى دائما وجوده من صور الروح الموجب الحق الى ان يكمل في الوجود الالهي الواحد الحق فينال به الحياه الابديه في ملكوت الله. هي في نصوص بتقول لك الى ان تكتملوا كونوا كاملين كما ان ابكم كامل، كونوا قدسين كما ان ابكم قدوس، فانت بتكمل جسمك الصور الروح الموجب. تعرف ازاي ان انت وصلت وماشي كويس؟ تكمل كل واحد ليه سعة معينة إلى ملء سعة الله وإلى ملء إقامة المسيح فيك. كل جسم صور روح إلهي موجود فيك واتولدت فيك بالمسيح بالإيمان به وبينمو بيوصل لحد معين، ينمو ويفضل طالع لفوق ويطلع، مهم تكمله قبل ما يدركك الموت أو تدرك أو الخطية تسلبك الشيطان يسود عليك يعني. أو تحب العالم وتقول ده مفيش حاجة مش بروبلم والكلام ده كله، افهم لازم يكون جسمك الصور الروح الموجب صحيح وقوي وبيطلع لفوق. زي ما قلنا لك 1 يوحنا 2:14 وكتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب على طول. ما تقبش من أبنائه أجسام صورية روحية موجبة مولودة بالمسيح. لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. والعالم يمضي شهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. يثبت الأبد يعني هيخش فوق ويصير من السماويين، ومدام دخل فوق يبقى له حياة أبدية ومجد أبد. وهنا رسالة يوحنا الأولى 8:9 بيحذرك من خطية، إن هي الخطية القدرة السالبة المستقبلة من الشيطان في ذاته وصورته وروحه، تشكل فيه قدرات سالبة شريرة إنسانية تخرج في فعل الخطية، وفعل الخطيئة ما يطلع منك ده له شحنة سالبة وله وجود صوري مظلم، يرتد وجود الصور المظلم بشحنته فيك ويبقى جسيم صوري روحي سالب، هيثبت فين؟ في جسمك الصوري كمسيحي، فيصيب أجزاء في جسم صور روحي، ليه عقل روحي وليه حس روحي وليه بصر روحي وليه سمع روحي وليه حركة روحية حسب نوعية الخطايا، هتصيب أجزاء فيك حسب نوعية الخطية، بتزني بتسرق كلها نوعيات، بتحب العالم كل دي نوعيات، كل دي أمراض روحية مسببات لإصابة الجسم السوي الروحي، في اللي يصيب في عقله، في اللي يصيب في قلبه الجسم السوي الروحي، في اللي يصيب في حركته ما عارفش يتحرك، في اللي يصيب في عينيه عينين البصر الروحي، في سمعه الروحي زي ما بيحصل لك في الجسد، ده جسم لازم يطلع سليم، كونوا كاملين ومقدس، كل ما تمام هو نور معمول من نور صوري وروحي، أجسام صورية روحية نورانية، فتسيبها بجسيمات من فعل الخطايا صورية صلبة مظلمة وسالبة هتصيب على طول نوعيات تخش فيك، فجد واجتهد ما يكونش الخطايا من النوع التقيل يعني، وممكن تبقى خبيثة
ما تدركهاش، تحب العالم وتكنز المال ومخلي بالك قوي من الحاجات دي كلها، ده اسمه سرطان روحي، ده إصابة. تبص تلاقيك أنا ما عادش حاجة، ده أنا كله ماشي صح، بس أنت قاعد قلبك حيث يكون قلبك يكون كنزك، حيث يكون كنزك يكون قلبك. فأنت عملت ده ورجعت جسمك الصوري في الحالة دي ما بينموش وما بيتحركش لفوق، ما عملش حاجة، ما تعملش حاجة ازاي؟ ما بتجيبش، ما بتحب، مش بتحركه فوق، ما فيهوش طاقة صورية حق من المسيح يكون صورة الله، ولا طاقة روحية موجبة حق ينمو بيها، لأن ده جسم صور روح. عايز ينمو يتحرك لفوق بالإيمان حق وبأعمال حق. من أفعل خطية؟ ده يوحنا، رسالة يوحنا الأولى. قام من إبليس على طول، خطية جاء من إبليس، لأن إبليس من بدء يخطئ. لأجل هذا أزر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. لحما تؤمن بابن الله، تولد به من الله بجسم صور روحي، هتنقض به أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه. إيه زرعه؟ جسم الصور الروحي يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بس زي ما قلنا لك، إن أنت إنسان جسدي، ليك طاقاتك الصورية والإنفعالية والحسية والشهوية والصورية، أربع طاقات موجود فيه، ونفسك وذاتك مرتبطة بالفكر العالم والحاجات دي كلها. جسدك الحيواني ده قبل ما يبقى جسم روحاني صحيح مولود الله بجسم صور روح إلهي حق، بينمو يطلع لفوق، إنما لسه عندك جسد إنسان، فلازم يكون في اتزان، وإلا ذهنك يضيع. اتزان في الفهم. فأمورك إن أنت عشان تعيش في العالم بطاقاتك الصورية والحسية والإنفعالية والشهوية، بتشكل التشكيلات دي كلها مرتبطة بالعالم مش تقدر تعيش، لازم بتبقى فيك شحن سالب طبيعي عشان اللي هي غرائز موجودة فيك تخليك تعمل الحاجات دي كلها، من غيرها مفيش. لو انت عملت كجسم مسكت الطاقة الشهوية، لا دي هتوديني في داهية، الطاقة الشهوية دي وتفهم الموضوع غلط والكلام ده كله، وتقول انا ايه، مفيش داعي للطاقه الشهويه، لا هتجوز وهروح اقعد في الدير، ولا هاكل اكله حلوه، ولا هعمل حاجه احرم نفسي تماما. زي الرواق دي، الفلسفه الرواقيه على 600 سنه من غير مسيح، من غير حاجه، قالوها هي دي المدخل الى المسيحيه. واحد تاني قال ده الشهوية، خد اما اربعه ابعاد بتمشي انت بيه، انت بتمشي باربعة ابعاد، صوري تحس انفعالي شهر، ده جسمك اي جسم، ان شلت طاقة عطلتها تبقى ناقص مش طبيعي بفكرك انت عملت الكلام ده. زي ما بيقولوا الرواقيين، الجسد مقبرة النفس، او الجسد سجن للنفس، وعلى النفس ان تتحرر منه. فقبل ابتدوا ايه ده، يعني فلسفة كبيرة قوي قبل الأديان ما تيجي، تعتبر المسيحية الرواقية مدخل إلى المسيحية، لأن نفس أقمع جسد واستعبده. فقالوا إيه؟ دي هي الجسد ده تعبنا قوي، والنفس تعبانة جواه قوي. فقالوا أوكي خلاص، أنا بقى إذا كان الجسد ده اللي تعبني أنا هزله. قمع الجسد واستعباده، فأصبح وقت الشهوات يمنحها خالص، وإماتة الرغبات والأحاسيس وتجميد الإنفعالات ما ينفعلش خالص، والتشكيلات الصورية ما يهتمش بيها خالص، لحد ما يدبل كده ويتبهدل وحالة كده. قال لك أنا زليت الجسد، ده تفكير غلط، سيك بريل. فبالطريقة دي أنا هخلص من شقاء النفس بسبب الجسد،
هريح النفس. طبعا النفس والجسد مرتبطين في وجود واحد. هتتعب الجسد وتعمل فيه الكلام ده كله عشان فيك برين مخك غلط، النفس هتتضايق في الاخر. فاصبحت النفس متزمته ومتجمده وملخبطه ما فيهاش حياه، لان الجسد لا يحيا. فقالت للنفس مزيدا من حكايه اباحوا الانتحار، روح انتحر. راحوا بموتوا نفسهم. فده كله تفكير مريض، لازم يكون في عقل. فكده ناس بتطلع في الاديان بالطريقه دي وبيفتكروا هم دعاة اخلاق زي الرهبان وما لا ذلك، و40 سنه في الكنيسه الاخيره، يعني الراهب ده يعني خلاص من 144 الف اللي هيخشوا ايه؟ ملكوت السماوات. لم يمسوا نساء، مكتوب كده في رؤيا يوحنا، لم يمسوا نساء. نساء دي هي مراتك وامك وبنتك، مطلوب يكونوا موجودين وعشان يتواجدوا انت المسؤول تجودهم. فطبعا ده انحراف مخ بسبب واحد يتكلم الكلام ده كله. الحكايه انت دعيت للايمان من عند رب يسوع المسيح، دي اناظر ستوري، دي حاجات تانية يعني الكلام ده كله. فهنا المهم ان انت تفهم ايه هي الخطيئه. انت بتعمل كده عملت خطيئه اكبر، عطلت مواهبك اللي موجوده في وجودك الانساني بعيب. زي ما تكون انت اربع حاجات اللي عندك دي في الجسد، صوريه حسيه انفعاليه شهويه، هم الاساس بتاع العمل الجسدي اللي يطلع متكامل. زي ما تيجي كده يعني وتقول ايه، بالطاقات اللي موجوده فيك انت بتعطلها. فده زوايا ان انت تكون ايه، تفهم. طبعا لما بقوا انتحروا كتير او الاروقية قبل ما ابتدت يعني. فواحد اسمه ابو اير، يعني تشوفه ابو اير في اسكندرية، فيلسوف اغريقي يعني، قال الموضوع ده كلام بقى لهم 200 سنة في الحكاية دي، قال الكلام ده غلط. ويعتبره ايه؟ في تحمل الالام، يحط ايده مثلا واحد في النار لحد ما تحترق. ده عظيم قوي، اذل الجسد، ما امسك الجسد بقى وزله يعني ايزي قوي. فطبعا مفيش عقل. الثانية قال الناس دي مجانين. الناس دي ما عندهاش عقل. بالعكس. ده لذة النفس او يعني انتعاشها وبهجتها في ان الجسد يبقى مبسوط. في احياء شهوات الجسد وانفعالاته وتشكيلاته الصورية واحاسيسه. العالم موجود والبهجة موجودة وكل حاجة، كل ده خير، مش العكس. بس أفرط في العكس، فقال إيه؟ أهم حاجة لما أكون متضايق الشهوة اللذة الحسية العاجلة، الجسد عاوز إيه والنفس إيه؟ متضايق طبيعي، مش المنطق الطبيعي. أنا متضايق، أنا أشوف حاجة كويسة كده حلوة أكلها، فسحة أنزلها، المناهج دي شهوة أعملها، وهذا فهم الحاجات دي هتبسطه. فطبعا وقع في اشكال، قد يكون ليس عنده اكتفاء معيشي ما يقدرش يعمله. واذا كان عنده اكتفاء معيشي وغني هيعمل اكتر واكتر واكتر. فدي الحاجات لو كترها قوي بتعمل ترددات جامده قوي، تجمعات شهويه كتيره قوي، تجمعات انفعاليه كتيره قوي، تجمعات صوريه تشكيليه كتيره قوي، وما ايه؟ وتجمعات احساسات جامده قوي. الجسد للسعه، كل الترددات دي بتيجي في النفس، النفس تعبت. فتعبوا قوي، انهاروا، جالهم من انهيار لان مش قادره. فاصبح جه بقى واحد انقذهم اللي هو ايه؟ افلاطون. قال لهم اللي هو السعاده يعني او الراحه او السلام هو وسط اي فضيله كونوا فضلاء. قالوا ايه هي الفضيله يا شيخ المؤمنين انت يا سقراط؟ قال لهم الفضيله وسط بين رذيلتين كلاهما افراط وتفريط. ولا تصدق على الجسد قوي ولا تدي الجسد قوي تبيح له بالتعقل. فالفضيله وسط بين رذيلتين. قال لهم مثلا الكرم وسط بين البخل والتبذير. عقل شغل عقل وما الى ذلك. الشجاعه
وسط بين الإقدام والجب. فقال لهم امشي وسط، شغل عقلك، يحكم في كل موقف. وكده طبعا بعد كده اللي هو في المسيحية المحبة والإيمان والقداسة مع التعقل. لا ينبغي أن يرتقي الإنسان فوق ما ينبغي، ما تروحش بقى الناحية دي أو الناحية دي أو ارتقاء هنا فيجن، يعني تروح برأي كده وتروح رأي كده، إفراط يعني تفريط، بل يرتقي إلى التعقل، ينظر لبقى. ونفس الرب يسوع ما قالوا قالوا أنت أجبت بعقل، أنت قريب من ملكوت السماوات. لأن كلمة عقل اللي أنت مديها لك دي تعقل الشيعة، تربطه زي ما بيقولوا في الإعراب، يعني العنزة بتاعته اربطها وتوكل، ما دام تربطها وتوكل يبقى كل حاجة سليمة. فهنا الضبط اللي هي الإرادة، إرادة والضبط اللي هي الذات، تريد وتضبط الأمور، تريد من غير ما تضبط يبقى كله راح، ينتهي الموضوع كله وما إلى ذلك. فهنا المفاهيم دي مهمة جدا، لأن من غيرها يضل الإنسان في أي دعوات. نيجي بعديها هنا جذب المسيح، بعد خاصة المسيح، أنت عرفت من خاصة المسيح اللي هو مولود من الله. جذب المسيح اللي هو خاصة المسيح في العالم، أي المولود من الله بجسم صور روحي موجب حق، أي بجسم المسيح الحق، أي جسم القيامة من الموت والحياة الأبدية، والذين هم بذلك أبناء الله بالولادة الصورية الروحية من الله. هذه الخاصية الروحية المقدسة ثابتة في الرب يسوع المسيح ابن الله بقوة جذب صورية روحية من أقنوم صورة الله، أي ابن الله الرب يسوع المسيح، من أقنوم روح الله الروح القدس. ما دام أنت اتولدت ابن الله بجسم صور روحي موجب حق، إيه معناه؟ جسم الصور الروحي الموجب أنت جايبه من مادته من فوق، من جسم المسيح، ومن بيبقى فيه قوة ارتباط، ارتباط بالمسيح. ارتباط ده بيعمل ايه؟ ده انت منه حتة طالعة منه. ده القمر. من القمر عشان بيقولوا عليه يعني القمر انفصل من الأم اللي هي الأرض. قمر. أما انفصل من الكوكب، كل كوكب انفصل منه حبة أقمار. فعشان الأقمار دي منه في قوة جذب بينه وبينها، يفضل يلف كده، يلف للأبد كده. كل الأقمار اللي انفصلت عن كواكب النجم طبعا ده شموس نار، إنما الكوكب اللي هو موجود في المجرات كل كوكب له أقمار. الأرض ليها قمر واحد، في حاجات تانية فيها سبع أقمار وما إلى ذلك. فصل منه من الأرض عشان فصلوا حتة منه زي المسيح المولود من الله، يفضل مجذوب إليه. عشان مجذوب إليه بشرط عاوز يجي ويرجع تاني لمكانه، مفيش، فبيفضل يلف. لولا الحب والجاذبية دي والنظام ده كان الدنيا ضاعت، لأن لو جه القمر ضرب في الأرض تبقى مشكلة. إنما الأجسام الصورية الروحية المولودة من الله بالإيمان بيسوع المسيح دي بتنجذب لمصدرها اللي هو المسيح الجالس عن يمين الله الآب. هذه الخاصية اللي هي هذا الجذب الصور الروحي الحق من ملكوت الله، ملكوت السماوية، من المسيح لخاصته بيجذبه. بيجذبهم مش عشان يدورهم حواليه، بيجذبهم عشان يجيبهم فوق. انما الشيطان لو جذبهم وسلبهم يدوروا عنه جوه القفص بتاعه. ده الفرق. هذا الجذب صور روح الحق من ملكوت الله ملكوت السماوات والمسيح لخاصته في العالم يشكل قوة ارتباط موجب حق. هذا الارتباط الثابت يجذب خاصة المسيح الحق في أجسامهم الصورية الروحية المقدسة. بيجذبهم بقى عايز يجيبهم وعاوز يجيبهم فوق،
بيجذبه بيطلعهم منين كمان؟ من قفص الحصار الثالث من عند الشيطان، يجذبهم في حركة صعود روحي موجب حق تجاه ملكوت الله، رايحين له رايحين له لآبائهم السماوي الله الآب، وده بكرة بين أخوة كثيرين منه طالعين منه زي ما فهمتك، وهم في العالم في أجسادهم الصورية المادية، هم موجودين في العالم عملوا أجسام صورية وحمى تتجه إلى فوق بالإيمان الحق وعمل الحق، ارتبطوا لأنه أصلا هم منه، فيشدهم بقوة جذب يساعدهم يعني كل ما يبقى ثابت الجسم الصور الروحي بينمو. هذا الجذب الصور الروحي الموجب الحق الذي يجذبهم به المسيح الحق الجالس عن يمين الله الأب في الملكوت السماوي يحفظ خاصة المسيح في العالم. إذ قوة الجذب الصورية والروحية الموجبة من أقنوم سورة الله ومن أقنوم روح الله تغلب قوة الجذب الصورية والروحية السالبة التي في العالم الصوري وفي الهاوية الروحية، لأن أنت في عالم الباطن فبتتجذب لتحت، فكل ما بتنمي الجسم الصور الروحي الموجب بينجذب أكتر تقوى قوة الارتباط، ويبقى فيه جذب صوري أكتر من عند المسيح يشدك، فدام هيشدك تبص تلاقي تقدر. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. تغلب قوة الجذب الصورية الروحية السليمة التي في العالم الصوري وفي الهاوية الروحية. خلي بالك أنت موجود في العالم، رئيس هذا العالم إبليس، والعالم كله قد وضع في الشرير، وتحتك الهوية الروحية الروح النجس في الأرض، وتزيل الروح النجس والأنبياء من الأرض، واللي هي طبعا الشيطان في ذاته الشرير في الشر وإرادة الشر، وفي صورته إبليس رئيس المجد الصور الباطل للعالم المادي، وفي روحه الروح النجس روح التدين السالب والضل والباطل الصاعد من الهوية الروحية. كل هذه قوى جاهزة من فوقيك الشرير قاعد فوقيك اللي هو رأس الوجود الباطل اللي هو الشرير، وانت في العالم في جوف إبليس، وإبليس قاعد يدور بيك في العالم عشان يجذبك، وده من فوق نازل عليك لفكرك عشان يسلب فكرك، وده في العالم يسلب وجودك الصوري اللي هو الجسدي في انفعالاته وأحاسيسه وشهواته وتشكيلاته الصورية، والتاني الروح الناجس في الهوية الروحية يجذبك من وجدانك الروحي. فقوة جذب محاور ثلاثة، كل ده لو انت اتولدت من الله بالمسيح وبتنمي بتدين المسيح الروح الحق بأعمال الحق وبالإعمال الحق والإيمان الحق ومرتبط فوق بالرب يسوع اللي انت جيت منه اتولدت بيه من الله، تتشد جامد لفوق، فما تتشد جامد لفوق هتحس بيها تغلب العالم اللي هي قوة الجذب السالب الذاتية والصورية والروحية، الذاتية الشريرة والصورية المظلمة والروحية النجسة. فهنا النص يوحنا 12:31-32، الآن دينونة هذا العالم، ده الرب يسوع الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. يعني إيه يطرح هذا العالم رئيس هذا العالم خارجا؟ هبعده عنه، حط القوة جذبه السالبة الذاتية الشريرة والصورية المظلمة والروحية النجسة عنك فتتحرك لفوق. وبيأكد وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، فهتاخد بقوة الجذب منه ورئيس العالم ما يقدرش عليك اللي هو الشيطان. وحاليا هنتكلم على رعاة كنائس المسيح. طبعا يقاوم الشيطان التدين المسيحي الحق بتدين مسيحي عقيم وباطل الذي لا يؤدي إلى ولادة صورية روحية من الله، فيبقاش في قوة جذب صورية روحية من المسيح فوق، وبالطريقة دي الولادة من الله لا تؤدي إلى اكتمال في أجسام صورية روحية موجبة إن كان في ولادة، ولا تؤدي إلى انتقالها إلى ملكوت السماء، وذلك لكي يضل ويسلب خاصة المسيح اللي هي الخاصة اللي احنا بنقول عليه حتى لو كانوا موجودين، لأن كله يعتمد على الطريق تدين المسيح الروح الحق. إذا أقام الشيطان مسحق كذبة
تسلطت على بعض الكنائس والأديرة والمؤسسات الدينية وأضلت نفوس المتدينين في متاهات الأحكام والفرائض في عبادة نافلة وتدين جسدي عقيم. وفي أربطة سالبة يربط بها المتدينون لأحكام متسلطين ولأذهان مرشدين، فصار التدين المسيحي في بعض الكنائس والأديرة سلبا للنفوس واختطافا للأرواح وضلالا للأذهان وعماء للأبصار. ولقد تشدد الشيطان وتعظم وتكبر وطغى وهاجى. أهم حاجة هو عاوز يمنع الحاجات دي كلها، وهجم التدين الروحي المسيح حق لخاصة المسيح بأن سلب رؤوس بعض الكنائس والأديرة والمؤسسات المسيحية بمسحاء الباطل، لأن هو بيبعت مسحاء بتوعه الشيطان ليتسلط بها على أذهان الرعاة والرعية في الدين في الدين والتدين المسيحي، ليرتد بها للتدين اليهودي الباطل والضال والكاذب والأسيم في عبادة الحرف وليس التدين بالروح. حرف يقتل، الروح يحيي. نعبده بجدة الروح، غسل ميلاد السماء وتبديل الروح القدس، وليس بعتق الحرب أو بدية الحرب. فصارت بعض الكنائس مجاعة من التدين اليهودي تنادي باسم المسيح الحق، وهي تتسلط وتحكم وتسلب بمسيح الباطل اللي هو بينكره اليهود من غير ما يدعو في مناهج وأحكام لتدين الباطل. وصارت بعض الأديرة سجونا أبدية لنفوس مريضة وأرواح ضالة وأذهان متطرفة. وصارت بعض المؤسسات المسيحية منظمات للكسب المادي والانتشار المذهبي والسياسي، وبذلك صارت مملكة المسيح من هذا العالم اللي هو الكنائس دي كلها بتنادي باسم المسيح باطلا، في حين ان مملكة المسيح الحق ليست من هذا العالم. يوحنا 18:36 اجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. لذلك صار التدين المسيحي تدينا عقيما وباطلا ولا يثمر لحياة ابدية في ملكوت الله. ولقد جاء زمان بينونة المسيح الحق لرعاة الكنائس، لرعاة ورعية كنائس ومؤسسات مسيح الباطل. أنا بعملكم الكنائس تجيبوا لي حصاد، وأنتوا عملتوا لي طريقة تانية وبقت تجارة وما إلى ذلك. إشعياء نفس الأقوال القديمة هي، لأن اللي بيتقال أي كنيسة وأي تدين بقى له سلطان يضل الأرض، وبقى عمل نفسه دولة مجتمع ولينا حقنا واحنا اللي هندخلكم ملكوت السماوات، لا هم هيخشوا ولا يدون الداخلون يدخلوا. فإشعياء بيقول ايه 56:11: هم رعاة، ده رعاة لا يعرفون الفهم، ما عندهمش فهم، التفتوا جميعا الى طرقهم، كل واحد الى الربح عن اقصر، عاوز يكسب اكتر حاجه من العالم عن طريق شغلته الكنيسه، دون ايش انا تبرعات وهنبني وهنبني وهنعمل كله عشان يعيشوا. ارميا 2:8: الكهنه لم يقولوا اين هو الرب، واهل الشريعه لم يعرفونني، والرعاة عصوا علي، والانبياء تنبؤوا ببعد وذهبوا وراء ما لا ينفع. ارميا ثاني 1:21: لان الرعاة بلده والرب لم يطلبه، من اجل ذلك لم ينجحوا، وكل رعيتهم تبددت، زي ما حصل انت شايف الايست كله، الكنائس كلها وقعت والشعب جري. هنا كمان حزقيال 34:7: فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، حي أنا يقول السيد الرب من حيث أن غنمي، لأن هو الرب بيدور على اللي يطلعوا له فوق، وأنا حطيت لك كنيسة ومؤسسات وأنا رب الكنيسة كلها،
ومحدش بيطلع لي لان عشان انتوا بتعملوا تروا انفسكم. فبيقول له ايها الرعاة اسمعوا كلام الرب، حيث ان انا حي انا يقول السيد الرب، من حيث ان غنمي صارت غنيمه، دو غنمي انا، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحق، اذ لم يكن راعي ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة انفسهم ولم يروا غنمي. فلذلك ايها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا الرعاة واطلب غنمي من يدهم واكفهم عن راعي الغنم، ولا يرعى الرعاة انفسهم بعد، فاخلص غنمي من افواههم فلا تكون لهم مأكلا. وهنا كمان تربية 23، ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنمي رعيتي، يقول الرب انتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها انا اعاقبكم على شر اعمالكم يقول الرب، لان الانبياء والكهنه تنجسوا جميعا، بل في بيت وجدتهم وجدت شرهم يقول الرب، لذلك يكون طريقهم لهم كما زاد في ظلام دامس، فيطردون ويسقطون فيها، لاني اجلب عليهم شرا سنه عقابهم يقول الرب، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون ايادي فاعلي الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شر. فهنا احنا ما بنتقدش الكنائس ولا الاديورة ولا الكلام ده كله، كل حكاية بنقولها ان افهامها بالعلم المسيح الروح الحق ساكن السماء عاوزين نتيجة، ما كنتش تعمل نتيجة وانا حطك رعاة والكلام ده كله وتجيب لي ناس لفوق يطلعوا، يبقى انت بترعي نفسك، تنتهي لنفسك وتدي فرمانات غلط وتعمل الكلام وتلم الرهبان والكلام ده وتأذي الناس وما الى ذلك، وتقول انا الكنيسه بتاعتي كده كل ما اشد اكتر يبقى احسن والكلام ده كله، يبقى انت ما انتش بتجيب ثمر للمسيح. افهمها علميا وروحيا. اول حاجه خلي بالك من نفسك، في الجسم سوى روح، ايوه الراعي في الجسم سوى روحي مجحق ولا لا، بينمو ولا لا، ان فهمت الفهم الروحي السماوي وهذا الامور كلها هتقول لا ده انا انقذ نفسي قبل ما ارى عن الناس دي، اشوف نفسي انا الاول. فهنا يكون ان انت اما تفهم الحكايه كل واحد هيبقى كنيسه، هيبقى فكر المؤمن كنيسته، هيفهم الفكر الحق والاراده الحق، وفكر المؤمن كنيسته وهيكله قلبه المقدس هيبقى قلبه مقدس، مركز المجال الطاقي مقدس، هيعمل اعمال حق، يرشده بالحق يعلمه إلهه من فوق، وروحه وبدانه الروحي الموجب هو مسحته المقدسة، أنت مسح التي فيكم تعلمكم كل شيء، لست في عجلة معلم، وهو كهنوت، هيبقى كنيسة ذاتية، لمة الكنائس الذاتية، هذه الكنيسة أنت نفسك هتبقى كنيسة ذاتية، كاهن وهيكل، كاهن وهيكل، كنيسة وكاهن وهيكل، كل دول أما أنت تبقى الكنائس يتلموا، دول خاصة المسيح كلهم أجسام صورية روحانية يتلموا يعملوا كنيسة. كنيسة يعني إيه؟ جماعة المؤمنين. فإذا كان جماعة المؤمنين اللي هي كنيسة تتلم فيها كلها، كلهم هيبقوا فاهمين الأمور، بتنور لوحديها، يبقى أنت بتعمل اتحاد بينهم في الكنيسة وتلمهم مع بعض بالحق وما إلى ذلك، فتبقى راعي صالح للمسيح ورعية تمام لا يسلبها الشيطان، أنت أمين عليهم وهم هيبقوا ياخدوا بالهم لأكلهم وحش الحق، فبذلك كله ينتقل إلى ملكوت السماوات. ابدأ بنفسك أولا وافهم، هكذا يكون، وربنا يعطي صبرا ومجدا وكرامة، أمين. كريالاي سون. بسم الله والإب الآب والإب والروح القدس إله واحد أمين. الآب والإب والروح القدس إله واحد أمين.
Thank you.